بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حوار خاص، حلقه بيستناها كل جمهور النادي الاهلي علشان ضيفنا له مكانه كبيره في قلوب كل الاهلاويه. ضيفنا حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي، لاعب موهوب ومحبوب، وكمان على المستوى الشخصي انسان متواضع. علاقته بجمهور النادي الاهلي علاقه خاصه جدا، وكمان في الوقت الحالي واحد من كباتن النادي الاهلي. ما خرجش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن لما تشوف اداؤه وروحه وحماسه وشخصيته في الملعب تقول عليه ابن من ابناء الاهلي. بيلعب باك، لما تشوف اهدافه وصناعته للاهداف تقول عليه ولا احسن مهاجم. على المستوى الدولي لاعب كبير وله تاريخ كبير وله مكانه كبيره في المنتخب التونسي. ضيفكم النهارده في حوار خاص نجم النادي الاهلي، كابتن علي معلول ملك الحلول. هنسأله أسئلة كتير وحواديت وأسرار وكواليس وكمان مفاجآت كتير مع النجم علي معلول. بنرحب بيك يا كابتن علي في أول ظهور إعلامي ليك على شاشة قناة النادي الأهلي. كمان لبيت رغبة جماهير النادي الأهلي في حوار خاص، دايما الناس بتقول لنا نفسنا علي معلول يكون موجود معاك وعلى شاشة قناة النادي الأهلي، فبنشكرك إنك أنت موجود النهارده معانا في أول ظهور إعلامي ليك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا كابتن أسامة على الاستضافة الممتازة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي اللي أول ما لبيت طلبة إنه علي معلول يكون موجود في قناة الأهلي لبيت الدعوة، وإن شاء الله تكون حلقة ممتازة والجماهير تستمتع إن شاء الله. إن شاء الله تكون حلقة ممتازة معك إن شاء الله. ندير الحلقة بالتونسي ولا بالمصري؟ شوية تونسي شوية مصري. تونسي شوية مصري. كويس. علي معلول يعني خلال فترة توقف النشاط الرياضي دلوقتي في مصر وفي العالم كله، يوم علي معلول ماشي إزاي دلوقتي؟ والله يا كابتن كنت قعدت شوية في البيت، من الأول أسبوعين اتمرنت شوية في البيت، لكن بعد عندي زميلي مدير فندق كان كلمني وكان وفر لي هنا ملعب عشان اتمرن فيه وجيم، فبقالي اسبوعين دلوقتي وانا في الفندق ونحاول اني نتمرن ان شاء الله بشكل ترجع التدريبات نكون حاضر ان شاء الله. يعني علي معلول في حياته حتى برغم من توقف النشاط الرياضي لكن بيتعامل مع كرة القدم كأنه محترف، يعني لا. في رغم التوقف عايز تحافظ على فورمتك برضه. لا، اللعيبه بتاع النادي الاهلي كل لعيبه محترفه، يعني نشو نتبع في بعضنا نتصلوا ببعضنا، اللاعبين كل قاعده تتمرن، اللاعبين كل قاعده تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعها، نعرفوا اللي احنا وصلنا في المنعرج الاخير في البطوله الافريقيه اللي هي البطوله اللي نستناو فيها الناس كل كجمهور كاداره كلاعبين، لازم نرجع ان شاء الله يا ربنا ان شاء الله يشيل علينا الغمه هذه نرجع نلقاه واحنا ان شاء الله حاضرين بنسبه 100% ان شاء الله. اكيد وانت بتتكلم عن البطوله الافريقيه ودايما يعني هدف قدام علي معلول هنتكلم عنها دلوقتي باستفاضه، في تواصل من الجهاز الفني دلوقتي مع علي معلول في البرامج وفي التدريبات اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي؟ اكيد الاطار الفني في تواصل مع اللاعبين الكل، عندنا برامج تتبعث لنا على الواتساب نحاول نطبقها، حتى اللي ما عندوش مكان مش يجري فيه ملعب ولا اي حاجه نجم يعمل تدريبات هذه في المنزل. يعني الجهاز الفني حارس انه اللاعبين الكل يكونوا حارسين على اكلهم وعلى شربهم وعلى التمارين بتاعهم، ان شاء الله باش كي نرجعوا ما نخسروش وقت باش نبداو حاضرين ان شاء الله للمقابلات ان شاء الله. يعني خلاص كده كابتن علي معلول بيطمن جمهور النادي الاهلي مع عوده النشاط الرياضي، علي معلول جاهز لاي وقت ان شاء الله. ان شاء الله اللاعبين كل جاهزين ان شاء الله باش نرجعوا للمستوى اللي كملنا به قبل التوقف هذا، ان شاء الله اللاعبين تاع النادي الاهلي نرجعوا الكل في الفورمه بتاعنا ان شاء الله. ما شاء الله علي معلول تاريخ كبير مع النادي الاهلي، من قبله مع النادي الصفاقسي التونسي وايضا مع المنتخب التونسي. حابين نبتدي معاك الحكايه والقصه من بدايتها، بس قبل ما نبتدي عن نشأة علي معلول واتكلمنا عن النشأة وبدايتك مع كرة القدم ومين اللي اكتشف علي معلول، تعال نشوف تقرير عن علي معلول مع شو الجماهير ونرجع نستكمل مع الكابتن علي معلول الحوار. حابين نبتدي معاك يا كابتن علي عن نشأتك، ما شاء الله انت تاريخ كبير مع النادي الاهلي والصفاقس التونسي وايضا مع المنتخب التونسي، لكن البدايات مهمة ودايما البدايات بتبقى عالقه في ذاكره اللاعب، يعني قول لنا اتولدت فين
نشأتك، مين اللي اكتشف علي معلول في بداياته في كرة القدم؟ والله يا كابتن، أنا اتولدت في مدينة في تونس اسمها صفاقس، دي المدينة اللي اتولد فيها علي معلول، واللي يعني بدأت بداياتي من المدينة هذه. بداياتي كانت مع صفاقس التونسي من أنا عندي 9 سنوات. كان الواحد مغروم بلعبة كرة القدم، كنا نلعبه في الحارة أصحابي وأخواتي. ففي يوم مرة كنا ناخده نروح نعمل اختبار كلنا كده في الصفاقسي، فرحنا 12 أو 13 واحد كده. فمن أول لمسة بتاعت الكورة كان في مدرب عايز أتوجه له بالشكر، اللي هو كان ورا اكتشافي، مدرب كان عنده اسم كبير في المدينة بتاعي وفي النادي الصفاقسي، اللي هو سيمونير الشلي. يعني كابتن سيمونير الشلي ده منير الشلي هو اللي معلول بيدين ليه بالفضل في اكتشافه. اكيد في الأول. اكيد اكيد هو ليه الفضل، انه خلاني على الطريق على بدايه الطريق بتاعي مع النادي الصفاقسي. كان من المدربين المحترمين، المدربين الممتازين، وكنت اول فتره اروح فيها منتخب الاصغر وعلى ايده هو ذاته. في فتره الناشئين اكيد المدرب او المدربين بيوظفوا علي معلول في المركز اللي بيناسب امكانيات علي معلول. مين اللي اكتشف علي معلول في الناشئين في حته الباك ليفت دي؟ والله يا كابتن، انا طول الفتره من الاصغر لغايه الفريق اللي تحت الفريق الاول كنت بلعب وينج. تلعب في الحته اللي قدام. فمره كان في 2 مدربين اللي هم سي فتحي درجاع وسي كريم دلهوم. قالوا لي علي، اذا كان تحب تعمل مسيرة باهية وتحب انك تلعب في مستوى اعلى، لازم تلعب فريق اول، لازم تغير المركز، لازم تلعب باك ليفت. فمن الاول ما كنتش متقبل الفكرة، لكن بعد بالاصرارهم وقعدت نتمرن. حتى بعد التمارين الجماعية كانوا بياخذوني نتمرن لوحدي، يعلموني الوقفة، كيفاش لازمك تتمركز في الملعب كيفاش. فهما اللي كان ليهم الصراحه الفضل، اللي انا غيرت المركز بتاعي وطلعت بعدها باسبوع كنت موجود في الفريق الاول. اسبوع في الفريق الاول بعد ما غيرت مركزك. بعد ما غيرت مركزك من تحت المهاجم لحته باك ليفت. طيب، يعني اكيد في مباريات الناشئين برضو واحنا بنسترجع، دي فتره مهمه جدا في حياه اللاعب، وانت ما شاء الله دلوقتي وصلت لنجوميه كبيره. فتره الناشئين فتره مهمه، المباريات اللي يتذكرها علي معلول اللي تألق فيها مع الصفاقس في فترة قطاع الناشئين دي كانت ايه؟ لا كابتن، والله انا الفترة بتاعت الناشئين، انا الفريق النادي الصفاقسي هو فريق كورة، يعني تتعلم اساسيات الكورة. يعني حتى لما كنا بنلعب الدوريات ما كناش بندور على ان تاخد الدوري، يعني كانوا بيعلموك اساسيات الكورة، يعني تلعب ازاي، تكون التمركز بتاعك ممتاز. كنا نلوجوا على جمالية الكورة أكثر من اللقب. يعني فما مقابلات كنا في السنة عندي 13 سنة كنا خدنا دوري وكاس، كنا كسبنا كل الفرق الموجودة في الدوري التونسي، وكنت أنا هداف الدوري. كنت هداف الدوري كمان في الناشئين؟ كنت هداف الدوري، كل سنة تقريبا باخد هداف الدوري. يعني كنت وينج هداف برضه. يعني ما شاء الله، يعني علي معلول من صغره هو هداف. ده كمان لسه هنتكلم عنها دلوقتي. فترة نادي الصفاقسي في الفريق الأول كنت هداف برضو موسم 2015-2016، ومع النادي الأهلي هداف الدوري في 2019. هنتكلم عن الفترة دي. تفتكر أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول في نادي الصفاقسي كان عندك كام سنة وقتها؟ كانت موسم 2008-2009، كانت مقابلة في صفاقس ضد شبيبة القيروان، كنا انتصرنا فيها 1-0. كانت بالنسبه لي انا مقابله يعني تقعد لي في الذاكره بتاعي، اول مقابله ليا، كنت نلعب مع نجوم كبار. كانت الفتره اللي قبل ما نلعب المقابله كانت فتره صعبه بالنسبه لنادي الصفاقسي، كنا خسرنا من عديد المقابلات، فحصل تغيير وكانوا عايزين يغيروا الفريق الشبان. فكانت اول مقابله ليا وفي الملعب بتاعنا، وكان ملعب كومبليت، يعني الملعب كان جمهور كبير. كنت مخضوض اول ربع ساعه، ما فماش كوره خديتها صح. كل كوري غلط، السلمه تطلع بره. فبعديها اللعيبه اللي كانت موجوده كانت لعيبه يعني عندها طول في الملعب وخبره، فاداوني التحفيز. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 19 سنه و20 سنه. يعني 19 سنه بدات يعني تشارك مع الفريق الاول في نادي الصفاقس.
19 سنة أول مقابلة لي كانت مع شبيبة القيروان وكنا انتصرنا فيها 1-0 ومن وقتها بدأت المسيرة الانطلاقة بشوية. طيب وعلي معلول يعني في بداياته أكيد دايما بيرسم قدامه نجم هو نفسه يوصل له أو نجم عايز يقلده، كان مين نجم علي معلول في فترة البدايات سواء في الناشئين أو بداية صعودك في الفريق الأول في نادي الصفاقسي اللي أنت تتمنى توصل له في يوم من الأيام؟ يعني عالميا ولا سواء في تونس او عالميا؟ لا انا لما كنت في ناشئين كنت بحب عبد الكريم النفطي. عبد الكريم النفطي كان الوينج اللي انا يعني نحلم انه نلعب معاه مقابله، فالحمد لله يعني وصلت. كان هو في مره كان عنده كارت احمر كان مع مش يلعب مقابلتين فالمدرب قرر انه يعمل مقابله وديه عشان يجهزوا للماتشات اللي بعد كده. فطلعوا شويه من الشبان عشان يكملوا التقسيم. فلعبنا مع فريق تاني كده في المدينه بتاعتي. فلعبت انا وهو بقى. بعد الماتش اتصل بيا وقال لي انت هتبقى موجود معانا وهتبقى الماتش الجاي موجود مع الفريق الاول. فانا عايز اشكره عشان هو اللي كان الحافز الاولاني ليا، وكنا على طول لغايه دلوقتي على اتصال مع بعض ونتكلم مع بعض. فنحب نوجه له التحيه وان شاء الله يكون يسمع فيه ان شاء الله. حتى ابني سميته على اسمه هو، سميت كريم على اسمه، على عبد الكريم النفط. على عبد الكريم النفط. طيب وانت يعني واحد يعني نجم كبير ومغرم في بدايتك بالنجم التونسي الكبير ونجم صفاقس التونسي كابتن عبد الكريم النفطي، تعالى بقى اول مفاجاه بنعملها لك النهارده في حوار خاص، تعالى معانا نشوف الكابتن عبد الكريم النفطي قال ايه عن علي معلول. ترجع تعلق على كلام الكابتن عبد الكريم النفطي. خير كابتن اسامه، مرحبا بك خويا علي. خويا نورتنا اليوم في قناه الاهلي، مرحبا بكل الجماهير الاهلي ومحبي نادي الاهلي. فرحانين برشا الحمد لله، نعرف الشيء هذا ما وصلوش من فراغ، واحنا كنا متاكدين من الشيء هذا من قبل، بالامكانيات الكبيره اللي عندك، ثقتنا كبيره فيك. اليوم كي نشوف علي معلول 12 سنه التالي، اول ما بدا كاريره ولا 11 سنه التالي، وين صبح اليوم بعد 11 سنه، الحمد لله نقول ديما على قدام ان شاء الله. نستنى ان شاء الله يا ربي اول رحله لاوروبا. نعرف بعض الجماهير باش تقول علاش، لكن انا امنيتي انك تكون في احد الفرق الاوروبيه الموجوده، خاصه انا الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني. نتمنى لك التوفيق مع نادي الاهلي ان شاء الله على قدام، ان شاء الله ديما متالق. وبوسنا سي كريم ان شاء الله يطلع في الموضوع، وان شاء الله ربي يفضل لك عائلتك، وان شاء الله ديما على قدام على خاطر تستاهل كل خير. اكيد الكابتن عبد الكريم النفطي يعني واحد من نجوم الكره التونسيه وايضا من نجوم الصفاقس التونسي في العصر ذهبي. كلام مهم يا كابتن علي من الكابتن عبد الكريم النفطي. لا، عبد الكريم النفطي اخويا الكبير، يعني اخويا اللي كانت عنده نصايح يقدمها لي كل مقابله كل تمرين. ممكن هو كان عايزني نحترف في اوروبا، كان هذا حلم بالنسبه لي. انا كنت نقعد معاه في الغرفه، لكن نقول له انا زاد توا محترف في نادي كبير، نادي يتصنف من النوادي الكبيره في العالم مش في افريقيا كهو. ان شاء الله نكون عملت الحاجات اللي تفهمنا مع بعضنا عليهم، نشكره برشا، وان شاء الله ولدي يطلع كيف وخير ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اكلمك في فتره برضو البدايات، دايما يعني دور الاسره والعائله والاب والام دور مهم جدا في خلال الفتره دي، وهم دايما في تشجيع لولد صغير عنده الموهبه ولسه بيخطو خطواته الاولى في بدايه او في عالم كره القدم. اكيد الاسره عندها دور كبير، يعني انا اسرتي زاده كانت تحبني نوفق ما بين الكوره والدراسه. يعني في مره سنه ما كنتش ممتاز في الثلاثي الاول والثاني بتاعي، فانا كانت امي هي اللي يعني كانت اكثر مشجعاني ان نلعب الكوره اكثر من الوالد بتاعي. الوالد بتاعي ما كانش يفهم برشا الكوره، مش متابع ما كانش بيفهم. فامي كانت اكثر. فبعض المعادلات اللي جبتهم في الثلاثي الاول والثاني قالت لي كان ما تجيبش احسن وتعدي المرحله اللي بعدها مش تقف على كره القدم. بعديها مسكت نفسي ونجحت وجبت المعادله، فقلت لها خلاص بقى
فالاسره يعني لغايه دلوقتي يعني الحمد لله انا الاسره بتاعي يعني على اتصال بيهم، حتى وانا بعيد على اتصال، وحتى قبل المقابلات نكلمهم باش نسمع منهم النصايح ونسمع دعوات الخير اللي يقولوها لك قبل كل مقابله. فنحب نوجه لهم التحيه وان شاء الله يكونوا راضين علي ان شاء الله. ان شاء الله. لا انت يعني الناس كلها راضيه عنك ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله. وبسلوكك بيزوروك هنا في القاهره الوالد والوالده و... يعني مرات في مرات يجوا بس مش كتير، عشان انا عندي اختي لسه تعمل الدراسه بتاعها، فما ينفعش نسيبها لوحدها. طيب عايز اخدك بقى لمنطقه او لمرحله نادي الصفاقسي التونسي. انت قلت لي انك انت يعني بدات خطواتك الاولى بقى وانت سن 19 سنه مع الفريق الاول، ودي كانت من الفترات المهمه جدا في حياه علي معلول. ما شاء الله حققت ارقام وحققت بطولات، حاجات مميزه في فتره الصفاقسي، وكانت فتره مهمه فيها خبرات كبيره يا كابتن علي. اكيد ما قضيت 8 سنوات مع الفريق الاول من 2008 ل 2016، 8 سنوات تعلمت فيهم حاجات كبيره. كنت كابتن فريق وانا في سن صغير عندي 24 سنه ولا يعني اقل، كانت تجربه ممتازه، تجربه لغايه دلوقتي نتفكرها، عشت فيهم ايامات ممتازه، كانت تجمعني علاقه حب كبيره بالجمهور، بالنادي، بالرؤساء اللي تعديوا، بالمسؤولين الكل. يعني حتى تو كي نهبط لبلادي نبدا فرحان اللي انا قدمت حاجه للنادي، كنا اخذنا القاب وتوجنا بالقاب، باش تقعد فتره ممتازه كيما فتره النادي الاهلي تو اللي انا قاعد نعيش فيها 4 سنوات مع النادي الاهلي، زاد كيف كيف من المراحل الممتازه في حياتي. ان شاء الله نكون عند حسن الظن الناس الكل ان شاء الله. وانت بتقول عن يعني فتره الصفاقسي، بتقول انك كنت واحد او كنت كابتن الفريق، يعني علي معلول في الوقت ده كان من اصغر اللعيبه سنا، لكن ما شاء الله كابتن الفريق صفاقسي التونسي فيه نجوم كبار، وعلي معلول هو كابتن الفريق، الدور القيادي والدور المهم جدا في الصفاقسي، فتره مهمه جدا اثقلت كمان علي معلول في داخل التيم. صحيح يا كابتن، يعني انا كنت صغير في السن، لكن انا بحكم اللي انا عاشرت اللاعبين الكبار كيما عبد الكريم النفطي، كيما عصام المرداسي، اللاعبين الكبار كنت نقعد معاهم، كنت نحفظ هما كيفاش يتعاملوا في المواقف الممتازه، كيفاش يتعاملوا في المواقف الصعيبه، حفظت منهم برشا خبرات اللي خلتني كي مسكت كابتن فريق وليت عندي الخبره اني نعرف كيفاش نتصرف في المواقف الصعيبه وفي المواقف الممتازه، نعرف كيفاش نقعد مع المجموعه تتلم المجموعه. فهذوما حاجات من الحاجات اللي حفظتهم اللاعبين اللي كانوا عندهم الخبرات القديمه يعني. واحنا بنتكلم يا كابتن علي عن فتره الصفاقسي، ما شاء الله كاس تونس 2000 وموسم 2012 2013، كمان هداف الدوري التونسي موسم 2015 2016، ارقام كبيره خاصه يعني باك وبهداف الدوري، ده يعني حاجه ظاهره كمان في كره القدم. لا لا الحمد لله، يعني توجت بالقب مع نادي صفاقسي، وكان ممكن اغلى لقب هو كاس الكونفدراليه، كنا انتصرنا على مازيمبي، كانت من اجمل اللحظات. يعني الكونفدراليه ما كانش فما واحد في تونس يقول نادي صفاقسي باش يتوج باللقب، لكن الحمد لله بالاصرار نتاعنا وبالعزيمه اللي كانت والمجموعه اللي كانت موجوده عندنا في نادي صفاقسي قدرنا نحقق اللقب هذايا. وهداف البطوله هذايا فضل يرجع ربي سبحانه وتعالى، لكن من بعدها كان فما عندنا مدرب ممتاز اللي عملت خدمت معاه فتره السنه الاخيره ليا في نادي صفاقسي، كان من خيرة المدربين اللي تمرنت عليهم، كان مدرب عنده وجهة نظر ثانية، كان مدرب يعني حتى بعد التمرين كنا في مرة تمرينتين ولا اثنين ثلاثة كنا نعملوا تدريبات على الضربات الثابتة، على المخالفات، على ضربات الجزاء. فمدرب هذا كان عنده فضل كبير بالنسبة لي أنا في آخر سنة باش خذيت اللقب نتاع أفضل هداف. كابتن شهاب الليلي وأنت بتتكلم عنه ليه فضل كبير على علي معلول، خاصة إن أنا بقول لك يعني ما شاء الله، يعني دي ظاهره في كره القدم لما يبقى في باك يبقى هداف الدوري، فدي لا يعني ده حاجه لازم نقف قدامها، لازم يبقى اكيد اللاعب بيشتغل على نفسه بشكل كبير، واكيد المدرب اللي بيشتغل معاه بيطوره بشكل كبير. وانت بتتكلم دلوقتي عن الكابتن شهاب الليلي. صحيح، كان سي شهاب الليلي كان من المدربين اللي اعطاني حريه اكثر في الملعب، يعني ما كانش يقيدني بادوار، كان يشوف اني انا عندي الامكانيات اني مثلا نعمل الادوار الهجوميه ونرجع نعمل الادوار الدفاعيه، كان مع يعني الضربات الثابته، الركنيات، المخالفات، ضربات الجزاء، حريه في الكرات الثابته في كل حاجه، يعني مديني حريه في كل الحاجات اللي نعملها في المقابله،
حتى لو كان ضيع ضربه جزاء في المقابله يقول لي لا نتعود تشوت الثانيه وتشوت الضربه الثالثه لغايه ما تجيب الجون. فمدرب لي فضل كبير اني انا توجت باللقب هذا. بتشوف النوعيه دي من المدربين وانت بتتكلم عن الكابتن شهاب الليلي، النوعيه دي لما علي معلول بيشتغل معاه، النوعيه دي من المدربين في التعامل مع اللعيبه ممكن اللعيب يطلع افضل ما عنده كمان. اكيد اكيد المدرب كي تبدا العلاقه ممتازه بين المدرب واللاعب، اللاعب باش يطلع كل الامكانيات اللي عنده باش يحاول يحافظ على المدرب. يعني سي شهاب كان يطلب مني ان نقدم ادوار هجوميه، لكن انا في مقابلات اللي نعرف مثلا المقابله باش تكون صعيبه ما ينفعش اني على طول نبدا نهاجم، كان يقاني ويقف ونقدم في ادوار الدفاعيه اكثر من ادوار الهجوميه. على ذلك كان هو على طول يديني النصايح حريه هجوميه، حريه هجوميه عشان في المقابلات اللي يعرف اللي لازمها ادوار دفاعيه يلقاني انا عندي الخبره ان انا لازم نعرف نوفق ما بين ادوار الهجوميه وادوار الدفاعيه. المباراه اللي علي معلول ما ينساهاش مع الصفاقس اللي كان فيها نجم المباراه وكان يعني سوبر فوق العاده في المباراه دي. والله عندي عده مقابلات مع نادي الصفاقس اللي قدمت فيها مقابلات كبيره، لكن ممكن اكثر مقابله، اكثر مقابله ممكن ماتش مقابله النادي الصفاقسي والنجم الساحلي كنا انتصرنا فيها في ملعب المنزه. ملعب المنزه كنت سجلت انا فيها ضربه جزاء. ضربه جزاء. طيب في تواصل انت ما شاء الله يعني بتدين بالفضل لكابتن شهاب الليلي ولكل المدربين اللي كان لهم محطات مهمه ومراحل مهمه في حياه علي معلول، لسه بتتواصل مع كابتن شهاب الليلي؟ خاصه انت بتقول كمان كان هو المدير الفني وقتها للصفاقسي اللي سمح لعلي معلول انه بعد كده يعني ينتقل للاهلي، ولسه هنتكلم عن النادي الاهلي. صحيح انا على تواصل معاه من فتره، لكن ما عندي فتره ما اتصلتش بيه. لكن مدرب يعني تحب تتعامل معاه، مدرب عنده شخصيه مش كيما المدربين اللي تعاملت معاهم، عنده شخصية أخرى، شخصية يعني خلوقة، شخصية يعرف الاحترام ما بين اللاعب والمدرب. أنا بنحبه برشا من الشخصيات المحترمة اللي تعاملت معها في مسيرتي يعني. طيب احنا عاملين لك مفاجأة وأنت بتتكلم مع الكابتن شهاب الليلي، عاملين لك مفاجأة دلوقتي، تعالى بقى معانا كده شوف الكابتن شهاب الليلي قال إيه عن علي معلول، وعايزينك ترجع تعلق عن كلام الكابتن شهاب الليلي. السلام عليكم. السلام علي، ان شاء الله تكونوا بخير انت وعائلتك واحبابك في الظرف الصعيب هذا. انا فرحت انك قعدت في القاهره، يزور لي عائلتك معك، ان شاء الله تكون عائلتك معك، تكونوا بصحه طيبه ان شاء الله، والام والانسانيه جمعه ان شاء الله تكون بصحه طيبه، وان شاء الله المحنه هذه نطلع منها. مش حبيت نقول على الهلاليين، يعني من الناس اللي ما فما حتى مدرب يقدر ينساهم سواء بسهوله او بصعوبه، لكن ما يقدرش ينساهم. علي دربته في النادي الرياضي الصفاقسي اخر موسم لي في البطوله التونسيه، كان هو قائد فريق. ميزه في علي انه قيادي، قائد فريق تحت ال 25 سنه، مش بالسهل، بالرغم انه غرفة الملابس كانت تعجب اللاعبين اللي هم يفوقوه سن، وحتى أساميهم كانت سابقة في عالم كرة القدم، لكن علي كان لاعب قيادي، وهذا المطلوب من قائد فريق أنه لابد يكون قيادي. لكن أنا عندي رؤية أكثر أنه لابد كذلك اللاعب يكون مؤثر في فريقه على المستوى المهاري، على المستوى تأثيره في أساليب اللعب، على مستوى تأثيره على نتائج المباريات. هذا القائد الفريق، لأن قائد الفريق يسمعوه لما يكون منضبط، لكن زاد كذلك لما يكون مؤثر في اللعب. والله ميزة من ميزات الأخرى اللي عند علي المعلول هو ميزة التواضع، لأنه أنا نعرف لاعبين على مستوى عالي بده يكونوا متواضعين، وتقولوا التواضع راهو ما نحكيوش تواضع أخلاقي فقط أو تواضع على مستوى الإمكانيات، بالعكس لا، هو تواضع الفلسفي المعرفي اللي قادر انه يتقدم به اللاعب. لابد انه اللاعب يتساءل في بعض الاحيان شنو هما الاليات اللي لابد ان يستعملهم حتى يطور مستواه. علي يتساءل الحاجات هذه ويقبل كذلك النقد. انا يظهر لي اول فيديو عملته في النادي الصفاقسي كان علي المعلول، لذلك كان متقبل كل رحابة صدر، عارف شنو يحب يوصل بمستواه،
وهذايا من اللاعبين الكبار الحاجه المخفيه انهم يعرفوش انهم قاعدين يجتهدوا ويشتغلوا علي يجتهد ويشتغل كيما اللاعبين الكبار النجوم اللي تسمعوا بهم كل عام متميزين او كل اسبوع متميزين. ليش؟ لانهم يشتغلوا ويضحيوا ويطوروا من مستواهم. وهذه الوصفه اللي طبع فيها علي المعلول واللي عايشتها انا في النادي الصفاقسي لما كنت مدرب للفريق. يعني كلام مهم وكلام جميل من الكابتن شهاب الليلي عن نجم كبير الكابتن علي معلول. لا انا نعتز هذه الشهاده نعتز بها من مدرب ممتاز، مدرب كنا في الموسم 2015-2016 كنا نستحق نتوج بالدوري لكن خسرنا المقابلات اللي ما لازموش نخسرهم. كنت نحب نتوج باللقب هذايا. الجمهور تاع نادي الصفاقسي اللي كان في الموسم هذاك جمهور استثنائي، وهو كمدرب كان حبيت ان نتوج باللقب اللي هو عشان على الموسم الكبير اللي عمله. كان في لاعبين مش موجودين رجعهم للفورمه بتاعهم. هو يعرف اني انا من اللاعبين اللي هادين، اللاعبين اللي عرفت نمسك الغرفه بتاعت الملابس، بالرغم اللي موجود لاعبين اكثر خبره ولاعبين اكثر اعمارهم اكبر مني، لكن الحمد لله كان بالنسبه لي انا موسم كبير بالنادي الصفاقسي، لكن ما حلفناش الحظ ان ناخذ فيه الدوري. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله نشوفوه على طول متالق ان شاء الله. في الفتره اللي جالك فيها عرض النادي الاهلي كان الكابتن شهاب الليلي، واحنا يعني بنتكلم عنه كتير، ان هو كان في فتره مهمه في حياه علي معلول، كان شاهد عيان في الفتره دي. علي معلول اتكلم معاه، نصحك وقت عرض النادي الاهلي، يعني الحوار او الكلام اللي دار ما بينك وبينه ان دي لحظه مهمه. اكيد علي معلول لما جاله عرض النادي الاهلي اكيد بيتكلم مع ناس حواليه، ناس قريبين منه، ناس اهل ثقه خلال الفتره دي. كنت اتكلمت معاه لكن ما حددتلوش الفريق، يعني قلت له فما فريق من مصر كان كلمني، ما حددتلوش اسم النادي الاهلي. فهو قال لي كان النادي الاهلي لازم تمشي النادي الاهلي. يعني هو قال لك النادي الاهلي اول ما قلت له النادي الاهلي رشح لك على طول، رشح لي النادي الاهلي بدون تفكير. وكان عندي اتصالات مع عبد الكريم النفطي وعائلتي، الاسره بتاعي واصحابي القرب، يعني كي سمعوا النادي الاهلي ما فماش واحد قال لي ما تمشيش للنادي الاهلي، يعني الناس كل كانت مرحبه بفكره النادي الاهلي. فالحمد لله انا بعد مرور السنين من اللي جيت النادي الاهلي الحمد لله القرار طلع في مكانه، قرار ممتاز وقرار صائب. اللي انا موجود اليوم في عائله كبيره في نادي كبير عالميا وافريقيا كما النادي الاهلي. يعني كان في تجربه لنجم تونسي كبير برضه وكان من نجوم النادي الصفاقسي. انيس جلبان. انيس جلبان خلي بالك كان ليا موقف معاه حلو جدا وقت ما كنا بنلعب في 2006 لما خسر النهائي بتاع الهدف بتاع ابو تريكه في الثواني الاخيره في الملعب. جالنا النادي الاهلي الموسم اللي بعديه خسرنا برضو احنا بطوله دوري ابطال افريقيا، كان امام النجم الساحلي في استاد القاهره. فروحت بصص له كده في اوضه اللبس قلت له انيس انت ايه دخلت عينك برجلك الشمال ولا ايه؟ قعد يضحك. يعني ما شاء الله كان عنده الاراده والشخصيه، اشتغل السنه اللي بعدها وصلنا نهائي دوري ابطال افريقيا وكنا اخذنا البطوله امام القطن الكاميروني. فدي كان من المواقف الجميله اللي بتجمعني بيني وبين انيس. انيس لعيب، لاعب ممتاز، لاعب عنده تاريخ كبير في النادي الصفاقسي. شجعني برشا باش نجي للنادي الاهلي، اعطاني لمحه كبير على النادي الاهلي، على العائله بتاع النادي الاهلي، على مبادئ وتاريخ النادي الاهلي، اللي خلاني نتشجع اكثر باش نكون موجوده هنا في النادي الاهلي. ونحب نقول له كلامك طلع على حقيقه، النصائح اللي قالهم لي والكلام اللي قالوا على النادي الاهلي. هو اللي شجعك انا. الكلام اللي قالوا، لا فما كلام قالوا على النادي الاهلي ما تنجمش تصدقه الا ما تشوف. مظبوط. فلما جيت النادي الاهلي وشفت المبادئ والتاريخ والمعامله والاحترام اللي موجود في النادي الاهلي، لا يخليك اي لاعب يحلم ان يكون موجود في النادي الاهلي. وخلي بالك ده المعتاد دايما من يعني ما اقدرش اقول الاجانب او المحترفين، انت مجرد ما بتدخل النادي الاهلي ودخلت اوضه اللبس احنا خلاص بنعتبرك مصري. يعني وسطنا وواحد من اللعيبه المصريين الموجودين. لا الحمد لله انا لقيت ترحاب كبير من اول يوم ليا في النادي الاهلي، من الجمهور اللي لقيته مستنيني في المطار، اللاعبين، الاطار الفني، كل الناس كانت فرحانه اني انا كان موجود. واليوم انا نقول لهم انا فرحان اني اخترت النادي الاهلي، ونعرف اني انا اخترت حاجه ممتازه وحاجه كبيره وعندها عراقتها وعندها اسم وتاريخ. وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن بتاع الناس الكل ان شاء الله. اهم النصيحه بقى، يعني خلاص علي معلول خلاص يعني فكر جديا وخد القرار النادي الاهلي،
أنيس بوجباني النصيحة اللي قدمها لك إيه؟ لا، أنيس قدم لي نصيحة واحدة، إنه النادي الأهلي يعيشوا بالانتصارات وبالبطولات. الانتصارات والبطولات لازم، وعندهم حاجات مش لازم، يعني عندهم تاريخ، يعني عندهم مبادئ، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تعمل كذا، هناك ممنوع، حاجات دي مش بتاعتهم. يعني اداني حاجات اللي انا لازم اول ما جيت النادي الاهلي شفت الحاجات هذه موجوده، ما ينفعش. شفت فعلا اللي انيس قاله لك، اللي قالوا لي بالظبط النادي لقيته هو بالظبط، وانت مشيت على كل الكلام اللي قالوا لي قالولي. يعني ما لقيتش مشاكل في التاقلم، يعني من اول يوم ليا في النادي الاهلي عرفت النادي الاهلي ماشي ازاي. وانت زي ما انت بتقول وانت ماشي على كلام النادي الاهلي من اول يوم، احنا برضو ماشيين معاك على كلامك. معانا دلوقتي النجم الكبير الاهلاوي والتونسي النجم انيس بوجلبان، بعت لك رساله مهمه جدا، تعال نشوف انيس بوجلبان قال ايه ونرجع نعلق على كلام كابتن انيس بوجلبان. تحياتي للعزيزين علي المعلول والشيخ أسامة حسني، اثنين نجوم كبار، اثنين عندهم مكانة خاصة في قلبي. علي المعلول بالنسبة لي هو أخوي الصغير، نكلم بعضنا، نطمئن على بعضنا، نهنيه وقت الانتصارات كيف نكون وراه وقت الأيام الصعبة، خاصة في بداية وفي النادي الأهلي اللي ما كانتش سهل، حتى في وقت من الأوقات تخلوا نوع من الشك، لكن أنا كنت متأكد من نجاحه في النادي الأهلي لأنه مواصفات النجاح كل متوفرة فيه. فنيا لاعب عالي جدا على الجهة اليسرى، وإضافة لأي فريق خاصة على المستوى الهجومي، وأخلاقيا مؤدب ومؤدب جدا، ومثال يحتذى فيه به في الأخلاق. المواصفات هذه تخليه طبعا إضافة إلى روحه المرنة وعلاقة الكبيرة اللي يخلقها مع أصحابه في الفريق، وروحه القيادية اللي جا بها من نادي صفاقسي تخلي مواصفات الكل النجاح الكل متوفرة فيه. على كل اليوم كنا سعداء بالأداء، وكنا فخورين بنجاحاته وإنجازاته في النادي الأهلي، نتمنى له إن شاء الله يتوج أفريقيا، اللقب اللي ينقصه في سجله، وإن شاء الله مزيد من التألق. بالنسبة للشيخ أسامة حسني طبعا تربطني به ذكريات كبيرة في النادي الأهلي، في الفترة اللي كنت أنا موجود فيها في النادي كان أسامة واحد من نجوم الجيل الذهبي بالنسبة للنادي الأهلي، معروف بأهدافه الحاسمة خاصة في نهائي الكاس ضد الزمالك، معروف بحسن أخلاقه بروحه الطيبة مع أصحابه، كان متألق لاعب إن شاء الله يا ربي مزيد من التألق كأعلامي، لأنه بدايته كان نتفرج فيه في قناة النادي الأهلي، بدايته في الأعلام طيبة وطيبة جدا، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. على كل إن شاء الله نشوفه حلقة ممتعة، ومتأكد إنه مش تكون حلقة ممتعة وشيقة لأنها فيها اثنين عظماء في كرة القدم. وحشنا كابتن أنيس كتير جدا ومفتقدينك، وطبعا أنت نجم كبير، نجم تونسي سواء في مع نادي الصفاقسي التونسي أو كمان يعني في الوقت اللي لعبت معانا فيه في النادي الأهلي أضفت لتاريخك ببطولاتك، فدايما بنتشرف بالنجم الكبير التونسي كابتن انيس بوجلبان. انيس خويا الكبير، وعلى حتى التو على اتصال مع بعضنا، حتى في المقابلات الكبيره يتصل بي يهنيني على الانتصارات على البطولات اللي نحققوا فيها مع النادي الاهلي، لكن يقول لي على طول علي اهم حاجه هي اللي لازم، يعني ما زالت ناقصه بطولات علي معلول، هي بطوله افريقيا. ده خلي بالك بطوله افريقيا دي احنا لسه هنتكلم. لا انا بقول لك، يعني هو الكلام اللي يوصل لي فيه انه لازم بطوله افريقيا مش تقعد في ذاكره النادي الاهلي، لازم تحقق بطوله افريقيا، فان شاء الله السنه هذه نحققها باذن الله باذن الله. فاكر مباراه الاهلي والصفاقسي اللي حسمها بوتريكا في اللحظات الاخيره في فرادس 2006؟ 2006 كان عندك كام سنه وقتها؟ 2006 دلوقتي 30 كان عندي 14 سنة. 14 سنة ممكن. شفت المباراة دي فين؟ كنت في الملعب. كنت في الملعب الجمهور. كنت قاعد في المدرجات ولا قاعد؟ لا جنب ورا الدكة بتاعت الصفاقسي، ورا دكة الصفاقسي، وانت كان كلها مشاعرك وقلبك كلها دلوقتي مع كان في الوقت ده مع نادي الصفاقسي. اكيد
اكيد يعني. لا المجموعه اللي كانت عندنا في 2006 كانت مجموعه لا كان عندنا فريق يعني لو كنا خدنا افريقيا كنا لا كان فرق معانا كان هيفرق اكيد لكن هي الكوره. طيب عايز يعني افكرك بلحظه هدف ابو تريكه وانت قاعد ورا الدكه، يعني علي معلول عمل ايه في اللحظه دي؟ انت تيجي على المشاعر. مشاعر طبعا. خلي بالك احنا بنتكلم عن نادي سوكس، نادي كبير جدا ونادي ليه تاريخ ونادي ليه نجوم. احساسي نفس الاحساس، احساس علي معلول في اللحظه دي، احساسي كما الناس كل يعني مش مصدق. يعني تمسك انت الملعب 90 دقيقه 92 حلم تبخر. كان احساس صعيب الصراحه، ما نجمش نوصف لك الاحساس اللي حسيته. نتمنى ان ندخل الملعب نعوده اللقطه من اول جديد. لا صحيح. لكن هذيك هي كره القدم، فيها الحاجات الممتازه وكما فيها الحاجات اللي لكن الحاجات اللي تقويك تخليك السنه اللي بعدها لازم ترجع اقوى. شادي محمد كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد متعب، مرتده، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي والمايسترو محمد ابو تريكه بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهايه تراجيديه، ستكون النهايه دراماتيكيه على احد الفريقين. وهذه الكره المرتده يساريه قاتله جدا من محمد ابو تريكه في شباك الحارس. يعني دايما اللحظات في كره القدم الصعبه هي اللي بتديك الانطلاق القوه بعد كده، بعد كده ان انت تعمل حاجه كويسه. علشان كده كنت بقول لك المثل بتاع انيس بوجلبان لما خسر البطوله دي وخسر اللي بعدها مع الاهلي، ما استسلمش، كان عنده اراده وتحدي كبير جدا انه يحقق البطوله فعلا، يعني مع الفريق مع نفس اللي حصل لي انا دلوقتي. انا مرتين اتصاب قبل النهائي 2017 2018 واللي بعديه مع كارتيرون، مسيو كارتيرون. لا خلي بالك لسه هنتكلم على الفتره دي. انا بقول لك يعني لازم ان شاء الله السنه ان شاء الله النادي الاهلي يعني حظه سيء وعلي معلول حظه سيء انه يفقد يعني افضل لعيب عنده، وكمان كنت وصلت لفورمه كبيره بعد مرحله الصفاقسي دي، مرحله يعني علي معلول اكتسب فيها الخبرات، تقل بمعنى كره القدم في الملعب، هياخد بقى مرحله جديده، مرحله الاحتراف في نادي كبير. سالت الكابتن شاب الليلي، سالت انيس بوجلبان، كله اداك الخبرات اللي عندهم ويعني وشجعوك على الخطوه دي. مين اول واحد في النادي الاهلي كلمك وبدا معاك المفاوضات علشان تنتقل للنادي الاهلي؟ اول واحد كان كابتن سيد. كان كلمني وقال لي ان النادي الاهلي عايزك وجمهور النادي الاهلي عايزك. قلت له ماشي. انا كابتن مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد هو الاول واحد بدا معاك المفاوضات. ممكن قبليها بسنه برضه. يعني قبل ما اجي الاهلي كان كلمني قبليها برضه. وكان برضه كابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض. تقابلنا انا وهو في كان في ماتش ودي بالنادي الصفاقسي والاهلي في دبي. في دبي ده كان مباراه وديه. كان مباراه وديه. كنا تقابلنا هناك في الفندق، كان هو نازل معانا نفس الفندق. فتقابلنا، انا كنت بنحب سيد يعني نشوفه احسن ظهير ايسر في افريقيا. يعني كان لما في الوقت كان ده بيلعب كان هو مثل اعلى في الباك ليفت. فتقابلت انا وهو في الفندق وقعدنا مع بعض واتكلمنا وقلت له انا نحبك برشا وانا من لاعبي من الناس اللي معجبه بيك ونحب نكون مثل يعني تكون انت القدوه بتاعي. فقال لي انا زاد نحبك تكون موجود في النادي الاهلي. استغربت يعني ازاي انا اكون موجود؟ قال ان شاء الله تكون موجود في النادي الاهلي. قلت له ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خلي بالك سيد معوض ما شاء الله كان يعني برضه ظهير عصري وكان أكيد. مفتاح هجومي اكيد زي ما علي معلول دلوقتي ما شاء الله ممكن الفرقه بتبني يعني النواحي الهجوميه. علي معلول كان برضه مفتاح هجومي، وكمان النادي الاهلي على مدار تاريخه محظوظ كمان في حته الباك ليفت. يعني لو رجعنا للتاريخ هتلاقي كابتن ربيع ياسين، في سيد معوض، في كابتن محمد عماره، في المرحوم محمد عبد الوهاب الله يرحمه. انت عارف محمد عبد سمعت أكيد. عنه اكيد. وفي جيلبرتو وفي سيد معوض أكيد. لكن علي معلول يعني حاجه ثانيه يعني بالنسبه لجماهير الاهلي. لا 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 اللاعبين اللي سميتهم كل ما شاء الله يعني
كلهم لعيبه كبار، لعيبه عملت تاريخ في النادي الاهلي، عملوا مسيره ممتازه في النادي الاهلي، حقوا عديد الالقاب. لا يعني الواحد لازم يكون عنده طموح انه ان شاء الله يوصل للمرحله بتاع اللاعبين هذوم. مازلنا ما حققناش بطولات اللي ان شاء الله النادي الاهلي يقعد يتفكرك بهم، لكن الواحد يحاول انه ينسج على المنوال بتاعهم ويحاول انه يوصل مكانه كبيره في قلوب النادي الاهلي ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن يعني افضل باكات ليفت اللي جم في تاريخ الاهلي، وانت بتقول لي اعرف محمد عبد الوهاب الله يرحمه، انت عرفت ان هو توفى في الملعب وقت التدريب، يعني احنا كنا موجودين في التدريب وتوفى في اللحظه الله يرحمه، وكان من اللاعبين العاشقين للنادي الاهلي، وكان ليه جماهيريه كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. عارف انت محمد عبد الوهاب؟ عارف ونشوف الناس وتتكلم عليه، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله يكون من اهل الجنه يا رب ان شاء الله. ربي يصبر عائلته ويقعد ديما موجود في قلوب النادي الاهلي. اللي يحب النادي الاهلي جمهور عمره ما ينساه، فهو ديما هو متوفي ربي يرحمه ان شاء الله، لكن هو ديما عايش في قلوب النادي الاهلي وعايش ما بين جمهور النادي الاهلي. علي معلول كل ما بنتكلم دايما يقول جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. علاقه كبيره بتربطك بجمهور النادي الاهلي؟ علاقه كبيره اكيد، علاقه احترام وحب. يعني فما احترام وفما حب، هذه الحاجه اللي ممكن الجمهور حب علي معلول، خاطر شاف علي معلول يعني مخلص. علي معلول ما يفرقش ما بين انه يلعب ضد نادي تونسي او نادي مصري او نادي هو وانا نبدلهم نفس المشاعر نفس الحاجات. كي نشوف الجمهور نادي الاهلي كيفاش يتكلم على علي معلول، كيفاش يتعامل مع علي معلول، كيفاش يحترم علي معلول. لا لازم تحترم الناس هذه، الناس اديتك اسم، الناس عملت لك تاريخ، فان شاء الله ربنا يدوم العشره والنعم ان شاء الله. ان شاء الله، ويعني دايما يعني انت محظوظ بجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي محظوظ بك. واحنا انت كنت تتكلم عن سيد معوض وتقول ان هو مسك الاعلى وكنت بتتعلم منه وشايفه هو الظهير العصري، مين الاحسن بقى لما دلوقتي علي معلول ما شاء الله وصل للقمه والنجوم، مين الاحرف؟ ما هو علي معلول ولا سيد معوض؟ لا هو في التمرين لما انا ان شاء الله ما يزعلش مني، كنا في التمرين فترة كابتن حسام البدري كان هو مساعد مدرب، فكان بيعمل الاوفر، بيعلمني اعمل اوفر، هو اللي بيعلمك؟ بيعلمني، فبقول له اعمل لك اوفر البلوله اللي بتعمله ده. لا كابتن سيد يعني من الناس المحترمه، الناس اللي عاونتني، خاطر مريت بمرحله صعيبه مع كابتن حسام، لكن كابتن سيد كان ديما في ظهري، كان ديما هو السند الاساسي ليا الصراحه، فنحب نشكره برشا على الفتره اللي قضيتها معاه، علمني فيها برشا حاجات، علمني الصبر، علمني ان لازم نعدي المرحله الصعيبه بالتدريب، لازم نكون نتدرب 100% في التمرين باش ان شاء الله نلقى روحي، كي تجيني الفرصه ما لازمنيش نسلم فيها. طيب تعالى بقى احنا نحقق لك كل احلامك النهارده، ومعانا سيد معوض هنشوف قال ايه عن علي معلول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه انا حابب اسلم على اسامه جدا واتمنى يكون بخير. تاني حاجه اول ما طلب مني ان انا اسجل فيديو لعلي معلول طبعا رحبت جدا، لانه من الناس القريبة بالنسبة لي والناس اللي أنا بحبها جدا سواء جوه الملعب أو بره الملعب. علي من الشخصيات المؤدبة المحترمة، راجل من الناس اللي تحب تتعامل معاهم. يمكن علي كان ليا معاه موقفين، موقف وأنا موجود في الجهاز الفني وموقف حتى قبل ما يجي النادي الأهلي. يمكن بعد ما أنا بطلت يعني كان في 2015 كان في مباراة ودية في دبي، النادي الأهلي بيلعب الصفاقسي، يمكن أنا كنت موجود في نفس الاوتيل اللي كان موجود فيه فريق الصفاقسي، ويمكن قابلت علي معلول بالصدفه فجت صور معايا وبيتكلم ان هو من الناس اللي هو بيحبني جدا، فكان ردي بالنسبه له ان انا من الناس اللي بتحب تتفرج عليه لانه كان لعيب مهم جدا في الصفاقسي وفي منتخب تونس ومن الناس اللي انا بحبها جدا، فيعني كان نفس الشعور موجود حتى قبل ما يكون موجود في النادي الاهلي. فانما علي لو اتكلمنا فنيا يعني هتتكلم من هنا لتاني يوم، يمكن انا قلتها من فتره، سبب رئيسي من اسباب حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري السنه اللي فاتت هو علي معلول، ان ما كانش هو السبب الاول. التاني حاجه يمكن السنه دي النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا سواء في بطوله الدوري او في بطوله افريقيا، يمكن من الاسباب برضو الرئيسيه او اهمهم هو وجود علي معلول وحالته الفنيه اللي موجوده عليها خلال الموسم اللي فات او الموسم الحالي. فانا يعني مش هقدر
اقول كلام اكتر من كده، لان انا شاهدت فيه فعلا مجروح. اما تكون بتحب حد وبتتعامل معاه بشكل كويس وتحترمه جدا، فبيكون كلام عليه يعني ما بتحاولش ما بتعرفش تعبر بشكل كبير. يمكن كان ليا موقف تاني مع علي وانا موجود في الجهاز في مباراة الترجي في تونس. يمكن وقتها الشوط الاولاني خلص 1-0، كنا خسرانين وكنا البطولة ممكن نخرج. يمكن كان اكتر واحد متأثر بين الشوطين هو علي معلول. الموقف ده كان معايا، اظن حصلت ما بيننا محادثة لمدة دقيقة او دقيقتين بين الشوطين واحنا بنتكلم مع بعض. الشوط التاني علي معلول سبب رئيسي من اسباب المكسب، يمكن جاب جون وعمل جون وتألق بشكل لافت جدا. فيعني انا بالنسبة لي علي معلول يمكن من اهم الصفقات اللي عدت على النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة، و بتمنى له التوفيق إن شاء الله الفترة الجاية. تحياتي ليك يا بسبس كابتن علي. يعني ايه بسبس؟ كان ده اسم الشهرة بتاع لا والله سيد معوض. واحنا وقت ما كنا بنلعب تعليقك ايه على كلام الكابتن سيد معوض؟ لا كابتن سيد تاريخ والكلام بتاعي ومتاعه قراب، يعني نفس اللي قلته ليك قلت هو اللي قاله. ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الجيم، عشان هو دلوقتي في الجيم كتير. الجيم كتير فالتوفيق ان شاء الله لعمر ابنه اللي انا سمعت عليه اللي هو احسن منه واحسن مني. ان شاء الله ان شاء الله يكون عنده مستقبل اكبر من اللي عامله كابتن سيد واللي عامله عليه معلول ان شاء الله. لا ما شاء الله كمان ابنه يعني حاجه رائعه. ان شاء الله كل شاء التوفيق لكابتن سيد معوض ان شاء الله ابنه. عايزين نروح بقى نتكلم مع كابتن علي معلول عن بداياته بقى ورحلته مع النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وأنا يعني مستمتع بالحوار مع ضيف النهاردة نجم النادي الأهلي الكابتن علي معلول. وعايز أتكلم وأسألك بقى في حتة انتقالك للنادي الأهلي. أنت قلت لي اللي بدأ معاك المفاوضات الكابتن سيد عبد الحفيظ، بعد كده بقى يعني شعور علي معلول خلاص دخل النادي الأهلي وبدأ يلبس تيشيرت النادي الأهلي؟ إيه، بداية كان في اتصال من كابتن سيد، كان كلمني وقال لي إن النادي محتاج يكون علي معلول موجود، فرحبت بالفكره وكنت اتكلمت مع الوكيل بتاعي اللي كان هو خاض اكثر الوقت بتاع المفاوضات مع النادي الاهلي. والحمد لله يعني المفاوضات مشيت في الـ في الـ في السكه الصحيحه، وكان فما تعاون كبير من الباشمهندس محمود طاهر، كان في الفتره هذيك هو رئيس النادي، كان فما تفاهم كبير. كان في عقد بند في العقد بتاعي مع نادي الصفاقسي ب 500,000 اورو، لكن انا ما فضلتش اني ندفع المقابل المادي هذاك ونخرج من النادي بتاعي اللي تربيت فيه اللي عديت فيه 8 سنين، اني نخرج بالطريقه كما هذه، يعني ندفع الفلوس الشرط الجزائي ونخرج. كنت فضلت انه يكون في مفاوضات، ممكن السعر يكون اعلى باش نجم نخرج بصوره ممتازه، نكون نفعت النادي الصفاقسي بالمبلغ ونمشي وانا في صوره ممتازه. يعني خلي بالك ده كلام مهم جدا، أكيد. كلام المفروض يتعلم منه اللعيبه، يتعلم منه الناشئين. يعني علي معلول وحبه وولاءه لنادي الصفاقسي ما رضيش يستخدم الشرط الجزائي عشان ينتقل برضه، يعني ده يعني عشان يعني ولاءك ورساله منك لكل اللعيبه، ورسالك رساله مهمه جدا من الكابتن علي معلول. اكيد النادي الصفاقسي عنده فضل كبير باش وصلت للمرحله هذه، يعني لازم كما انت تنفعت لازم تنفع النادي بتاعك، لازم تخرج في صوره ممتازه، تخلي افضل شكل، تخلي شكلك ممتاز، حتى اليوم الثاني تخمم انك ترجع للنادي الصفاقسي ترجع وانت اسمك كبير وعملت حاجه للنادي بتاعك. فكانت المفاوضات هكاك الحمد لله، كان فما تعاون كبير من النادي الاهلي، كان متفاهم الوضعيه بتاعي، يعرف اني انا كنت قائد فريق. فكانت المفاوضات يعني النادي الاهلي تعامل باحترافيه كبيره. علاش قلت لك النادي الاهلي عنده تاريخ، عنده مبادئ يمشي بها، عنده تفاهم كبير. ما دي اول كلمه قالها لك اريسبو بالبيع، قال لك النادي فيه مبادئ لازم عشان تدخل داخل منظومه لازم تمشي على المبادئ. فكان فما تفاهم كبير من اداره النادي الاهلي وخلتني ان نخرج بصوره ممتازه مع من الفريق بتاعي السابق النادي رياضي الصفاقسي. فبدات المسيره من المفاوضات لين وصلت لمصر. وصلت للقاهرة كان فما ترحاب كبير من الجماهير، كان فما أعداد كبيرة في المطار. يعني جماهير النادي الأهلي راح استقبلتك في المطار. في المطار، فكان بالنسبة لي يوم من أجمل أيام حياتي الكل. كان فما
حب كبير، شفت حب كبير من جمهور النادي الأهلي. مشينا للمكتب بتاع رئيس النادي باشمهندس محمود طاهر ومضينا العقد هناك، وكانت الفريق كان في 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 المغرب، كان ماتش مقابلة الوداد اللي كنا انتصرنا فيها 1-0. فكلمني كابتن سيد بالليل بيقول لي في تمرين بكره، وانا ما جبتش لبس ولا كده. فمش رحت التمرين، كان في فما موجود عبد الله السعيد كان مصاب في في كتفه. مرنت انا وعبد الله، قعدنا اتمرنا مع بعضنا، لقيت يعني ترحاب كبير من عبد الله السعيد، فبدات البدايات من هذيك. طيب يعني وصف لنا بقى اول تمرينه في مختار التتش مع الفريق. اول تمرينه سعد لازم نستقبل علي معلول. لازم تعرف اول تمرينه يعني سعد. اول تمرين سعد. سعد سمير سعد. هو اللي استقبل اللعيبه الجديده دي. كان فما لا الصراحه سعد، لكن فما شفت اللعيبه الكابتن حسام غالي كان موجود، حسام عاشور. يعني كان فما ناس كلمتني بطريقه ممتازه، الناس كل كانت رحبت بيا بطريقه ممتازه، كان يوم ممتاز بالنسبه لي انا في كاول تمرينه في النادي الاهلي. تفتكر اول مباراه، يعني انت بتقول لي الكابتن سيد حفيظ قال لك تاني يوم تمرين على طول تمرين. كان الفريق وقتها في مباراه الوداد في المغرب. الوداد الوداد في المغرب. اول مباراه مع النادي الاهلي علي معلول يفتكرها؟ لازم تفتكرها. اول مقابله ليا كانت مع ام بي في كاس مصر. كاس مصر في ملعب السويس، كنا انتصرنا 2-1، وكنت عملت الجول الثاني لسعد من ركنيه. سعد يعني سعد هو اللي استقبلك وانت اللي عملت له الجول. كانت مقابله بالنسبه لي اول مقابله ليا، من بعد شهر والشهر ونص ما لعبتش مقابلات، عملت مقابله خليت يعني جمهور النادي الاهلي يطمن انه علي معلول يعني على عند حسن ظنهم. فالحمد لله كانت بيدي موافقه، اعطيت رساله للناس اللي انا جاي للنادي الاهلي باش نعمل تاريخ ليلي ان شاء الله وللنادي يعني ان شاء الله. وانت بتتكلم عن سعد وبتقول ان هو يعني اول واحد استقبلك، اول واحد عملت له هدف في مباراه انبي في السويس، هو دلوقتي يعني في اصابه قويه. ربنا يشفيه. يعني رسالتك من او كلمات من علي معلول لسعد سمير. لا سعد من اللعيبه الرجاله يعني. عنده اصرار، عنده شخصيه كبيره، يعرف يخرج من المواقف الصعبه هذه. ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. هو عدى فرح للمرحله الصعبه تعديت، ان شاء الله مازال فتره صغيره ان شاء الله تتعدى ويرجع ينورنا ان شاء الله للتمرين، ويرجع معنا للمقابلات، ويرجع معنا للمعسكرات. خاطر المعسكر من غير سعد ما مش معسكر يعني. طب قول لنا الكواليس في المعسكرات سعد سمير. لا سعد يعني سعد يخرجك من الضغوطات يعني انسان يحسك بقيمه المقابله، لكن في نفس الوقت مش لازم يبدا عندك ضغط كبير. يعني هو اللي بيطلع الفرقه كلها. لا مش بيطلع يعني، هو مركز. لكن فما ضغط، يشوف انه فما ضغط بيخفف الضغوط. بيخفف شويه الضغوط. لكنه يعني يخليك مركز، لكن بابتسامه يعني يبقى بس ان شاء الله ربي يشفيه، وان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت ومكانه موجود معنا في المجموعه من اللعيبه الممتازين ومن اللعيبه المخلصه للنادي الاهلي. وان شاء الله ربي يشفيه ويرجعنا في اقرب وقت ان شاء الله. واحنا كمان من هنا بنتمنى له السلامه وان شاء الله يرجع للملعب بسرعه. وسعد سمير يعني من العناصر المهمه أكيد داخل الفريق. تعال بقى معانا نشوف سعد سمير برضو من ضمن المفاجات اللي احنا عاملينها لعلي معلول النهارده. سعد سمير بيقول ايه عن علي معلول؟ برحب طبعا بعلي معلول، وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وبقول لعلي منور قناه النادي الاهلي ومنور قناه احسن نادي في القرن واحسن نادي في افريقيا. ف بقول له الحمد لله ان انت الفتره فاتت موجود معانا، وانت من اللعيبه الرجاله، من اللعيبه المخلصه، اللعيبه اللي بتحب النادي الاهلي بجد. يمكن انت وليد ازارو من اكتر الناس اللي شفنا ان هم بيعشقوا النادي الاهلي بجد وبيخلصوا للنادي الاهلي بجد. فبتمنى لك التوفيق دايما معانا، وبتمنى لك ان انت تقدم احسن من كده 100 مره. علي من مفاتيح الحلول بتاعتنا في الملعب، من الناس اللي عندها دايما تحب الكره تجيله، تحب ان انت تلعب عليه، تنقل له الملعب على طول. عنده حلول دايما، علي عنده ناحيه ايجابيه على طول، تفكيره مش التقليدي، دايما بيفكر في حاجه مختلفه عن معظم الباكات اللي بتفكر فيها. فبقول له انت اضافه لينا واضافه للنادي الاهلي، وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى لك ان شاء الله مزيد من البطولات مع النادي الاهلي، ومزيد من التالق الفتره الجايه مع منتخب تونس. انت لاعب كبير وشخصيه كبيره، وعمرنا ما حسينا ان انت محترف، بالعكس دايما حاسين ان انت مصري، ان انت واحد مننا، وانت عارف احنا بنحبك قد ايه، واحنا وانت واحد مننا. فبتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه،
وشخصية علي دايما هادي، دايما من الناس اللي ما بتتحركش كتير ما بيعملش على كتير، ممكن في اوضته بيحب يغني بيحب يرقص في اوضته، لكن هو من الناس الهادية. غير ان هو لعيب كبير، هو مرتبط باسرته، حاجات الشخص الواحد يعرفها عنده، بيحب اولاده جدا، بيحب كريم ابنه، بيقعد يلعب معاه على طول وبيقضي معظم وقته معاه ومرتبط باسرته. فبتمنى له التوفيق وبقول له انت منورنا وانت واحد مننا ودايما متعلق ودايما مكسر الدنيا، ودايما علي معلول ملك كل الحلول ومنور قناة الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن سعد، وترجع يعني اقوى من الاول، وزي ما تعودنا عليك يعني ان شاء الله تقدر تعدي المحنة دي بسرعة، ترجع تاني لصفوف النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله كما قلت انه يرجع ان شاء الله في اقرب وقت. النادي ما محتاج لسعد انه يكون موجود في المجموعة، هو يعرف اني انا كريم ابني اقرب الناس لي، على طول باتصال معاه، حتى بعض المقابلات ولا في التمرين نخليه ونقعد نتكلم ونتواصل مع ابني. ان شاء الله ربي يخلي له فيروز، ان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. عايز بقى اتكلم عن بطولات علي معلول مع النادي الاهلي، يعني ما شاء الله في الرغم من الفتره القصيره لعلي معلول اضاف النادي الاهلي 4 سنين، لكن ما شاء الله محقق بطولات مع النادي الاهلي، 3 دوري، كاس مصر، 2 سوبر مصر. بس ناقص الاهم 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 اكيد بطوله دوري ابطال افريقيا اكيد. لا، في كلام يتقال في النادي الاهلي يعني من الاداره ولا من اللاعبين الكباتن الفرقه، يعني ممكن اي حد في النادي الاهلي ياخد دوري، اي حد يعني الناس كلها اللي عدت على النادي الاهلي خدت الدوري. بس خلي بالك بطوله الدوري انت بتتكلم عنها دي، يعني في ناس بتاخدها كل 15 سنه بالنسبه لهم. لا، انا بتكلم على النادي الاهلي. لا، ده حاجه تانية يعني. انا بتكلم على النادي الاهلي. متعودين على الدوري يعني. بتكلم ما شاء الله في 41 دوري، يعني الناس كلها اللي عدت على النادي الاهلي خدت الدوري. بس الناس اللي الجمهور بيفتكرها ولا الجمهور بيشوفها، الناس بتاخد افريقيا. يعني ده الكلام اللي بيتقال في النادي الاهلي. شايف وانت بتتكلم كل ماخدك لبطولات علي معلول، الدوري والكاس والسوبر، ياخدني لبطوله افريقيا. شايف يعني علي معلول في 2017 وصل للنهائي، كانش موجود بالرغم انه ادى اداء رائع طول مشوار البطوله، وجه في اللحظه الاخيره حظه وحش واتصاب. جه السنه اللي بعديها وصل برضه للفاينل، نفس القصه ونفس الحكايه بتتعاد تاني. شايف الاهلي هو اللي حظه سيء ولا علي معلول حظه سيء، ولا الاثنين هما اللي حظهم سيء في الوقت ده؟ لا، ممكن اكثر واحد حظه سيء هو انا. يعني الحلم بتاعي ان نتوج باللقب، نوصل للمرحله الاخيره وتحصل حاجه. مرحله السنه الثانيه نفس الموضوع. حسيت انه فما واحد لا، هذا بتاع ربي سبحانه وتعالى، لكن حبيت اني نتوج. يعني كنت ممكن في اول سنتين ناخد 2 افريقيا مع الاهلي، يعني تكتب تاريخ، جديد من بدايه المشوار. لكن اهم حاجه في النادي الاهلي تعلمناها، انا تعلمتها في ال4 سنين، هي المجموعه. ما تعلمناش انه بتلوج على مصلحتك او مصلحه الفرد، لان النجم هو النادي الاهلي. لازم يعني الناس كلها، يعني اللي ياخد دوري، النادي الاهلي خد دوري، مش علي معلول او سعد سمير او حمدي فتحي أو هو النادي الاهلي. يعني فما ناس ما شاركتش لكن تحسب لها الدوري، ده اللي تعلمناه في النادي الاهلي. فخساره كانت للمجموعه كلها. وده كلام مهم جدا، يعني عجبني قوي الروح اللي انت بتتكلم فيها. يعني علي معلول ما خرجش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن كلامك اللي انت بتقوله، ادائك، شخصيتك في الملعب، روحك، لا يعني انت ابن اصيل من ابناء النادي الاهلي. لا، من اللي يدخل النادي الاهلي لازم يتعلم الحاجات الموجوده. فما ثوابت، فما قرارات، فما مبادئ لازم تمشي عليها. اذا كان مش تتبع الحاجات هذه، مش تلقى روحك خارج النادي الاهلي. يعني لازم فما حاجات لازم تقعد متفكرهم، مش لازم تبعد عليهم. اذا كان بعدت النادي الاهلي خلاص، ده اللي يعمل فرق، ده اللي يخلي الاهلي في حته والناس في حته ثانيه، الفرقه الثانيه في حته ثانيه خالص. جمهور النادي الاهلي بيعتبرك دلوقتي واحد من كباتن الفريق. علي معلول ليه تجربه سابقه في الصفاقس التونسي، ما شاء الله كان 25 سنه و 24 سنه، غرفه الملابس مليئه بالنجوم وهو كابتن، وانت الموسم الجاي يعني خلاص علي معلول ممكن يلبس شاره الكابتنه في النادي الاهلي. لا، هو شرف انه واحد يمسك كابتن في النادي الاهلي، يعني شرف كبير ومسؤوليه اكبر. لكن كما قلت انت، فما
مش هدف انه تاخذ اشاره الكابتن، على قد ما انه انت دورك في الملعب ان الكابتن فرق، حتى مش لابس الشاره يعني. عندنا كباتن في النادي الاهلي، كباتن كبار، كباتن لسه بتاخذ الخبرات ولسه ان شاء الله. اهم حاجه هو دورك في الملعب يعني، مش لازم تلبس شاره عشان اهم حاجه انه دورك في الملعب. احنا عندنا كباتن كثيره في الملعب ما شاء الله يعني، الناس كل على قد المسؤوليه، الناس كل اللاعبين الموجودين ال11 اللي يلعبوا ولا الثلاثه اللي يدخلوا في المقابله كلهم عندهم شخصيه اللي تخليهم ياخذوا النادي الاهلي ديما المكانه ممتازه يعني. يعني علي معلول معنى كلامه انه بغض النظر ان هو يلبس الشاره، لكن الاداء في الملعب انه يساعد فرقته هو ده المهم اكيد، ده المهم. على دورك يكون فعال وتكون كلمتك مع المجموعه مسموعه، ديها من انك تلبس شاره الكابتن. واحنا بنتكلم عن بطولات علي معلول مع النادي الاهلي، واحنا بنقول 3 دوري، بطوله كاس مصر، 2 سوبر مصري. البطوله الاغلى في مشوار علي معلول في بطولاته مع النادي الاهلي هو الدوري السنه اللي فاتت 2019 وسوبر الزمالك 3-2. يعني دول البطولتين الاغلى بالنسبه لعلي معلول. عايز اتكلم شويه باستفاضه عن بطوله الدوري السنه اللي فاتت. يعني انا من وجهه نظري واحنا يعني بنتابع البطوله وكنا بنشوف بطوله الدوري دي من اغلى البطولات في أكيد. تاريخ النادي الاهلي تعرضتوا لضغوطات كبيره جدا خلال البطوله دي. يعني فما حاجه ممكن الناس ما تاخذش بالها منها يعني. احنا في 6 شهور خسرنا 2 افريقيا وطلعنا من البطوله العربيه. يعني لو كان فريق ثاني كان انهار وكنا بعاد في الدوري، كنا مركزين على افريقيا ومركزين على بطولة افريقيا اللي بعدها. يعني كان اي فريق ثاني لو ما عندوش الشخصية وما عندوش مبادئ بتاعه لا كان نزل درجة تانية. لكن احنا شخصيتنا والعهد اللي قطعناه كلاعبين مع بعضنا خلتنا انه نكونوا بعاد اخر الدوري. كملنا الدوري فارق 8 نقاط على المرتبة الثانية. يعني شخصية النادي الأهلي هي اللي عملت الإنجاز ذاك. هو مش إنجاز، لكن في المرحلة الصعبة النادي الأهلي قدر إنه يرجع في الدوري وياخذ الدوري. علي معلول كل ما بيتكلم يقول مبادئ النادي الأهلي، مبادئ النادي الأهلي، مبادئ النادي الأهلي. شايف مبادئ النادي الأهلي إزاي؟ فما كما قلت لك فما ثوابت، فما قواعد لازم تمشي عليهم في النادي الأهلي. فما حاجات مثلا انا اعطيك مثل انه في السوبر الاخراني اللي خسرناه كان فما شويه مشاكل بعد المقابله، هذا اللي كان النادي الاهلي رافضه انه احنا ننتصروا ولا نخسروا لقب ما نعملوش الفرحه ولا المشاكل اللي تحصل. خذينا دوري، متعودين ناخذوا دوري، متعودين ناخذوا كاس، متعودين ناخذوا سوبر، ناخذوا الكاس ندخلوا للغرفه نتاعنا نحتفلوا في الغرفه نتاعنا. ده حاجه من الحاجات اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش لازم تستسلم. يعني طول ما انت داخل على حاجه لازم تاخدها، دي البطوله بتاعتك، عندك الاصرار والعزيمه. اصرار وعزيمه، ولازم تحط في دماغك الدوري ده او البطوله افريقيا او كاس بتاع النادي الاهلي. احنا مش داخلين نشارك وخلاص. طيب وانت بتتكلم عن الاصرار والعزيمه، وعايز برضو اتكلم عن نقطه الدوري السنه اللي فاتت، دوري الموسم السابق، دوري مهم جدا، وعلي معلول يعني ساهم بشكل كبير في حسم البطولة دي. علي معلول ما شاء الله كان ليه أهداف حاسمة، بالرغم برضو بنقول إنك أنت بتلعب باك، لكن علي معلول يعني كان هداف الفريق برصيد 8 أهداف، كمان على مستوى صناعة الأهداف ما شاء الله صنعت حوالي 7 أو 8 أهداف. عايز أذكرك بمباراة الاتحاد السكندري، الاتحاد الثواني الأخيرة، عايز أفكرك بمباراة طلاع الجيش. طلاع الجيش ضيعت جربة يعني، عايزين نتكلم في المنطقة دي كتير. لا هو الدوري السنة اللي فاتت كان يعني متقلب، يعني كنا في مقابلات كان نخسر نقطة نبعدوا على الدوري. لكن اللي خلى عليه معلول يتألق مش مجاملة، ولا اللي كان خلى عليه معلول يتألق هو المجموعة كلها. يعني مجموعة كنا عندنا ثقة في بعضنا، الناس كل نساعدوا في بعضنا، مش مهم شكون يسجل ولا شكون يعطي اسيست، اهم حاجه هي نحن لازم ننتصر، لازم نكسب الفريق النادي الاهلي هو الفريق. يعني سبحان الله كان معايا رمضان يعني من اللاعبين اللي ممتازين اللي لعبت معاهم في المسيره نتاعي. كنا كل مقابله انا ورمضان نقول لازم احنا شيء يعني الناحيه اليسار نتاعنا لازم تشتغل،
لازم نعمل جون على اقل حاجه. لازم نعمل ليك بصمه، لازم يبقى ليه بصمه. لازم نشيل الفرقه، لازم نعمل، لازم لازم يعني. اللي خلاني انا نخرج الامكانيات بتاعي يعني رمضان ما كملش معايا شهر وشهرين، فتره قصيره. لقيت حصل تفاهم كبير، حصل تفاهم كبير. يعني كنا كل ماتش لازم نعمل البصمه بتاعتنا. فالحمد لله ربنا ماتش الاتحاد الشوطه اللي جت يعني طول الماتش احنا يعني علي معلول بيلعب باك ليفت. ايه اللي جاب علي معلول في الحته لا دي؟ لا تمركز يا كابتن. يعني انا باك ليفت مش لازم اقعد هنا على الخط، على الخط مش لازم اقعد على الخط. يعني الوينج بتاعي مثلا راح نص الملعب اقرب منه عشان لو جات له ابقى انا في ظهره اقرب منه. فهو سابني ومشي. يعني يا رب نسيني شويه. ف ماتش طلع الجيش برضو ضيعت ضربه جزاء فخدتها، قلت لا وانا هضيع الدوري على الاهلي. المباراة الصعبة مباراة طلع الجيش برضه في الثواني الاخيرة، انا قلت مش هروح من اسكندرية. لا كان ماتش صعب لكن الحمد لله. يعني الواحد شخصيته والكلام بتاع اللعيبة بيفرق. يعني بيخليك يعني تاخد ثقة في روحك في نفسك. يعني بعد ما ضيعت ضربة الجزاء لا اللعيبة كلها يلا انت اللي هتكسبنا الماتش، لعيبة النادي الاهلي يلا انت هتكسب الماتش، انت اللي هتجيب الجون. فربنا سبحانه يعني كانت عندنا روح يعني روح كبيره اللي خلتنا يعني نكسب الماتشات دي. كان عليكم ضغط كبير في البطوله دي أكيد. يعني كان في ناس كتير بتشكك في قدرات لاعبي النادي الاهلي، بتشكك في النادي الاهلي. انتوا لما كنتوا بتسمعوا الكلام ده ما بينكم وبين يعني بينكم ويعني ما بين اللعيبه كلها، كان كلامكم ايه؟ رد فعلكم ايه؟ هو الملعب، الملعب الملعب. انت عشان يعني لازم لما تكون عاوز يعني ترد على حد في ملعب اكسب ورد عليه. هو ده كان شعار بتاع اللعيبه بتاع النادي الاهلي، الملعب هو الملعب. يعني مش هنفكر ان احنا نتكلم. ما فماش مره الكلام. ما فماش مره لاعب من النادي الاهلي طلع اتكلم في تلفزه في تلفزيون ولا في فعلا. ما فيش. كنا قافلين على بعضنا البعض وخلاص خلص. وقتها كمان كنا بنقول للكابتن سيد عايزين لعيبه النادي الاهلي. لا اللعيبه مركزه قافلين. كان عندنا هدف، كان في تركيز عالي في الفتره دي. ولو فاكر يعني ماتش سان داونز العوده اللي هنا اللي كسبناها 1-0. يعني الناس جت 60,000 ولا الناس كلها الدوري يا اهلي لعيبه الاهلي بالرغم. فده وعد خدناه ان احنا ناخد الدوري. لازم نكسب الدوري. يعني عايزين تصالحوا جمهور النادي الاهلي السنه دي. لازم يعني اثنين افريقيا تخسر، اثنين افريقيا تطلع من البطوله العربيه. طيب عايز افكرك باللحظه الاحلى بقى في الموسم ده وانت بتلعب امام المولين العرب. علي معلول بيحرز هدف وفي المباراه دي بيتوج النادي الاهلي ببطوله هي الاغلى في تاريخ النادي الاهلي في مشوار الدوري كله. يعني من يوم ما النادي الاهلي تاسس البطوله دي، يعني اللحظه او الفرحه بتاعت علي معلول وكل اللعيبه في الوقت ده. لا هو الفرحه بالهدف الاول اللي سهل المقابله، لكن للهدف اللي خلاص يعني كنا الدوري خذيناه هو الجول بتاع حسين. يعني الجول الثاني بتاع حسين الشحات هو اللي خلانا يعني الناس كل سيد الدوري للنادي الاهلي. يعني الجول الاول اللي انا جبته يعني فتح الماتش. لكن الجول اللي خلص الدوري هو الجول بتاع حسين الشحات. كان برضو بعدها خلاص النادي الاهلي حسم البطوله. كان في مباراه مهمه خلاص. بطوله خاصه مباراه الزمالك. فاكر مباراه الزمالك الجول اللي جبته؟ لا بس لا احنا بعد ماتش المقاولين يعني كنا قاعدين في اسكندريه، ما رجعناش للقاهره عشان على خاطر المقابله بتاع الزمالك. يعني كانت مباراه الزمالك بعدها ثلاث ايام. يعني كنا واخدين الدوري فرحنا في يومها، لكن بعد لا عندنا بطوله خلاص قفلته. لا فصلنا يعني حسيت ان انا ما خدتش دوري. يعني عندنا بطوله ثانيه مع نادي الزمالك. يعني اللي عملناه خدنا الدوري ممكن نخسره مع الزمالك. الفرحه مش تكمل. كنا مركزين بشكل كبير، كنا يعني نحب ننتصره باش يقولوا النادي الاهلي كان يستحق انه ياخد الدوري. يعني ده مفهومكم في المباراه دي خاصه. لازم الناس انت عايز تؤكد ان النادي الاهلي هو الجدير ببطوله الدوري. لازم تاكد جدارتك بالدوري. كان لازم تكسب، لازم تربح الزمالك. فالحمد لله ربنا كان مسهل الدنيا الحمد لله. قلت لي برضو من يعني من البطولات المهمه
او الغاليه عند علي معلول مباراه السوبر المصري اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-2 اللي كانت في برج العرب. مقابله يعني كنا نجم نعمله فيها نتيجه يعني اكثر من اللي عملناه. يعني الاصابه بتاعت متولي وخروج ياسر ابراهيم خلينا نلعبوا بحمد بحمدي فتحي ومحمد هاني في المساكين، فكنا عايزين نعمل نتيجة يعني أكبر من 3 اللي خلينا ممكن الماتش يتعقد شوية هي الخروج متاع الصراحة متاع متولي وياسر إبراهيم، لكن احنا كنا نزلين المقابلة من أول الماتش كنا نحب نعمله نتيجة اللي تخليه الناس كل يعني تتفكر النتيجة هذيك. يعني لولا الظروف اللي حصلت لولا كان ممكن يبقى في نتيجة أكبر من 3. تتذكر مباراة 6-1 بتاعت النادي الأهلي والزمالك؟ يعني كنا ممكن يعني نشوف مباراة للتاريخ زي كده. ممكن هي الإصابات بتاع متولي هي اللي أثرت على الماتش. بس لكن كان فيه روح، كان فيه يعني الـ11 اللاعب كلهم يجريوا. يعني أول مرة نشوف مثلا حسين الشحات رمضان جونيور، يعني كان في يعني من أول المقابلة كنا عايزين نعمل مقابلة اللي تخلينا نبدأ الموسم بتاعنا بحاجة ممتازة. دي كانت تاني مباراة في الموسم لجهاز الفني الجهاز الفني كان المباراة الأولى في كانو سبورت في غينيا في غينيا وما تزعتش بعدها على طول، وهو فضل إن المباراة الأولى ما تتزعش وبعد كده كانت أول مواجهة أو أول مرة جماهير النادي الأهلي تشوف لعيبة النادي الأهلي في الفورمة الجديدة وفي الشكل الجديد وكمان تشوف الجهاز الفني. يعني كانت مقابلة أول ثاني مقابلة للجهاز الفني، كنا محضرين المقابلة بتاعنا كما يلزم، كنا غالقين التمارين بتاعنا، كنا مركزين باش نبداو الموسم بلقب اللي خلينا نواصلوا العمل بتاعنا. كنا نلعبوا في مصر السوبر اول مره نلعب سوبر في مصر قدام جمهور بتاع النادي الاهلي الكبير، فالحمد لله توجنا باللقب اللي وصلت بعد المقابله نرقص في في الطاوله بتاع العشاء بتاعنا. كان ليك وقتها كان لقطات حلوه وقتها. كان في يعني فرحه كبيره من ان احنا توجنا باللقب هذاك. خدت الكاس انت وقتها وطلعت طلعت بيها وقعدت تحتفل وترقص وقتها. الحمد لله كان في يعني اجواء ممتازه في الفريق، اجواء اللي مع مدرب جديد فاول لقب في بداية الموسم اللي خلينا الناس كل نتبشر بعام ممتاز. عايز أكلمك في منطقة مهمة جدا ومباريات مهمة يعني ما ينساهاش علي معلول، مباراتك أمام النجم الساحلي فوز كبير 6-2، أيضا مباراة الترجي وفوز على الترجي في ملعب رادس بالرغم أن علي معلول في أول مباراة عمل ضرب الجزاء على النادي الأهلي. عايز أتكلم عن المباريات المهمة دي ولكن هسمع ردك بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية. كابتن علي، دايما مواجهات علي معلول التونسي امام الفرق التونسية بيقدم مباريات كبيرة، يعني لو استرجعنا كده مباراة الاهلي والنجم الساحلي 6-2 وفوز كبير على النجم الساحلي احد الاندية الكبيرة في تونس، ايضا
امام الترجي في مباراه كبيره كان بطلها علي معلول في ملعب رادس وفوز النادي الاهلي 2-1. شايف علي معلول يعني ومواجهاته من فرقه تونسيه ازاي؟ مواجهتي مع الانديه التونسيه، لان انا نحترم جميع الانديه التونسيه، الترجي الرياضي التونسي ولا النجم الساحلي، نوادي كبيره عندهم تاريخ كبير. لكن انا مواجهتي بتاعي ندافع على الوان النادي بتاعي، ندافع على تاريخ النادي بتاعي، على جمهور النادي الاهلي. يعني من حقي كلاعب محترف اني نعطي 100% للفريق بتاعي، يعني ما فماش عندي مشكله مع فريق تونسي ولا مع فريق تونسي نقدم اداء ممتاز، ومع فريق مغربي نعمل اداء مش ممتاز. يعني هذه كره القدم، هذا هو عالم الاحتراف، لازم تخلص للنادي اللي انت تلعب فيه. يعني طيب عايز افكرك مباراه 6-2، يعني اللي افتتح شفره المباراه او فك طلاسم المباراه علي معلول بالكره الثابته في بدايه المباراه، وايضا برضو في مباراه الترجي في ملعب رادس برضو اللي فتح المباراه كان علي معلول وصنع الهدف الثاني لاجايي وقتها. مقابلة الترجي كانت مقابلة صعبة عليا، يعني كنت شوت الأولاني رجعت الكرة لشريف إكرامي وصارت ضربة جزاء. الشوط الثاني كان فما تحول بالنسبة لعلي معلول. يعني الحاجة اللي قلتها لك هي روح المجموعة، يعني واحنا هابطين الشوط الثاني كان محمد نجيب كان معايا، يعني عمل لي على كتفي انت اللي هتكسبني وسبني ومشي. يعني هي دي الكلمات وانت في عز انت يعني الكيرف بتاعتك في النازل، اللعيبه هي اللي بتشجعك وقتها. ما ده النادي الاهلي، ده الفرق، يعني ده اللي بيصنع الفارق. النادي الاهلي هي الروح اللي موجوده ما بين اللاعبين. فالشوط الثاني الحمد لله. يعني عارف الكابتن عصام الشوالي المعلق التونسي الشهير، معلق الكبير، كان في المباراه دي وانا بسمعها كان ليه مقوله مشهوره فاكرها؟ قال لك كسرت كثيرا على اولاد بلدك يا معلول. هو قال الجمله هذه، لكن قال لكن هذا هو الاحتراف، يعني كان هو يعرف فسرها بعد. فلا كابتن عصام الشوالي من احسن المعلقين اللي نحب نسمعهم وانا نتفرج على مقابله كره قدم على المستوى الاوروبي او الافريقي. خلي بالك يعني انا برضو من الناس اللي انا بستمتع بيها كابتن عصام وراوف خليف طبعا وعندنا كمان معلقين مميزين جدا في مصر. طب وانت واحنا بنتكلم عن الكابتن عصام الشوالي، ايه رايك ما تيجي نشوف رساله مهمه بعتها الكابتن عصام؟ طبعا النهارده كل المفاجآت، هنفاجئك بحاجات كتير النهارده ان شاء الله. شوف الكابتن عصام الشوالي قال ايه عن نجمنا النهارده كابتن علي معلول. نرجع لحضراتكم مره ثانيه. علي معلول يحط الثاني، الهدف الثاني للنادي الاهلي. مرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا في الاستوديو، للجمهور المتابع لهذه الحلقه الخاصه بنجم الكره التونسيه والاهلاويه علي معلول. طبعا حديثي على علي على انه تقريب هو بصراحه، وهذه من غير مبالغات، وانتم في مصر تعرفوا هذا جيدا باعتبار خالدكم، باعتبار شفتوا مردوده، احسن لاعب في النادي الاهلي الموسم الماضي، هداف الدوري التونسي مع نادي الصفاقسي عنده تقريب 3-4 مواسم، لاعب دولي باكثر من 60 مباراه دوليه. يعني البالماريس بتاع لي هو اللي يحكي عليه ويقدمه. وانا باش نعمل جرد تاريخي، اللي مركز الظهير الايسر في تاريخ الكره التونسيه كان دائما فيه اسماء متالقه، يعني من السبعينيات تقريب القوشي لاعب النادي الافريقي، ثم كان عندنا علي الكعبي لاعب النادي الاولمبي، ثم جاء عماد الميزوري نجم الساحلي النادي الترجي التونسي، ايضا جاب الهادي بالرخيصه يرحمه بلها. وفي تواصل وتزامن مع تألق رواق الأيسر تقريب، تونس قعدت سنوات في غياب ظهير يسار كما نعرفه نحن، كما تعرفوا تاريخ الكرة في تونس، وجاء علي معلول. علي معلول اللي خريج مدرسة كبيرة هي مدرسة النادي الصفاقسي، اللي أيضا كثير التألق ويصنع برشا ملاعبية على مستوى الأظهرة. نعرفوا اللي مختار ذويب لاعب تونس في الأرجنتين 78
كان من نادي صفاقسي لكن كان يلعب في الساق اليمين ظهير يمين، نفس الشيء اللي لعب في نادي اجاكس التاريخي نادي القرن في هولندا اياكس امستردام، التشكيله التاريخيه لاياكس تم اختيار من ايام حاتم الطرابلسي في الرواق اليمين، هو ايضا من نادي صفاقسي، ونادي صفاقسي جاب اظهره كبار اخرهم وليس باخرهم علي معلول. علي معلول قوته أكثر كما تعرفوا في الهجوم، مساهماته كبيرة، احنا نقوله في تونس وقت اللي عليه يبدأ في فورما المنتخب يمشي أو النادي الصفاقسي يعطيك برشا حلول. شفناها احنا مثلا، هنا ترجع بي الذاكرة على الطاير في كان 2017 المونديال الأفريقي، المنتخب التونسي تألق جدا في دور المجموعات وعمل ثنائية كبيرة برشا، علي معلول يوسف المساكني في الربع نهائي ضد بوركينا فاسو، كان خيار تكتيكي، كانت هبلة ممكن من أوري كاسبرجاك، وقت ريح علي معلول حتى عبد النور على اليسار فكره التكتيكي باش يوقف وقت اللاعبين الفريق البوركينابي، والمفاجأة أنه المنتخب التونسي مات وتشل هجوميا في غياب علي معلول. علي أنا نقول أنه لاعب متميز جدا، لاعب باش يخلد اسمه في تاريخ الكرة التونسية، فمش كلام أكتشوفه أنا في حديثي رجعت بلاعب في السبعينيات اسمه القوشي، وبالتالي في 2020 أعتقد أنه علي معلول سيبقى من البصمات والعلامات المضيئة في تاريخ الكرة التونسية، سواء كان في النادي الصفاقسي كان نجم النجوم وكان قائد الفريق وصل لهداف الدوري التونسي، ثم في التجربة الأهلوية يعني تعرفوا كل في مصر شعمل علي معلول والأهداف اللي سجلها والأهداف الحاسمة اللي جابها، تغير حتى في مصر صار أكثر هجومي أو أكثر نجاعة نقول، لأنه يعني في السياسة الحقيقة مكثر ضربات أهداف وضربات جزاء مع الأهلي، لا الأهلي ولا يسجل مخالفات مباشرة ولا يسجل أهداف كأنه معناها في مركز قلب هجوم فبالرأس بالساق، فبالتالي علي نقول له إن شاء الله مسيرة ممتازة، هو مرتاح برشا في مصر لأنه الحقيقة الليفل متاع علي معلول نشوفوه في أوروبا، ولكن إذا هو اختار نادي الأهلي لأنه نادي القرن في إفريقيا، لأنه فريق يضيف لأي لاعب، وإحنا نعرف تجربة أنيس بوجلبان سابقا في القلعة الحمراء، ثم يعرف أنه هذه التراهنات على البطولات الإفريقية من شأنها تطور مستواه وترفع أيضا أداؤه في المنتخب التونسي. كلمة أخيرة، علي معلول في كأس العالم 2018 تظلم برشا لأنه السبب رئيسي كان غايب شهرين وشهرين ونص وثلاثة شهور قبل المونديال، الإصابة جات في وقت سيء جدا خايب، احنا نقوله بالتونسي ما كانش في فورما، لكن إن شاء الله بشي عوضها في قطر 2022. أعتقد أنه في القادم علي سيبقى النمبر وان في الرواق الأيسر في الكرة التونسية ومن أهم مفاتيح لعب منتخبنا الوطني وأيضا النادي الأهلي. تحية علولو. تحية للكابتن عصام الشوالي اللي أنا شخصيا بستمتع بتعليقه على كل المباريات، وخاصة كمان مباراة الأهلي لما بيعلق أمام الفرق التونسية تحس كمان والنادي الأهلي في أحسن حالاته تحس إن هو أهلاوي. شفت المقولة اللي قالها إزاي كابتن عصام الشوالي وهو بيقول قسوت كثيرا على أهل بلدك يا معلول، وكمان يعني ما شاء الله بيتكلم عن علي معلول وبقول ان هو من افضل الباكات اللي لعبت في تاريخ الكره التونسيه كمان. لا شهاده نعتز بها من احسن المعلقين الموجودين على الساحه العربيه والافريقيه، عصام الشوالي من احسن المعلقين اللي تستمتع وانت تتفرج على المقابله، يعطيك تاريخ النوادي، يعطيك تاريخ لاعبين، فهذه شهاده نعتز بها اللي هو حطني من ضمن افضل الاظهره الموجوده في تونس، هذه حاجة نعتز بها ونتوجه له بالشكر، وإن شاء الله أنك نتأهله للنهائي بتاع أفريقيا يكون هو المعلق إن شاء الله ويستمتع بالتتويج النادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا بنتكلم عن التعليق، إيه رأيك في المقولة اللي بتقول علي معلول أسرع دليفري في مصر؟ الكابتن أيمن الكاشف. الكابتن أيمن الكاشف. واو، كانت في ماتش الداخلية. داخلية. كان في الشوط الثاني عملت اسيست لجون انتوي. فبعد الماتش نتفرج على الإعادة فسمعته يقول اسرع دليفري في مصر، فالناس كلها خدت تداولتها خلاص. وبرضه من احسن المعلقين الموجودين في الدوري المصري. بنستمتع بيه كلنا ومن افضل المعلقين. حماسي ويعني بيدي شكل الماتش يعني الصراحة. وطلع كمان اسم الدلع عليك بعد مباراة الزمالك لعلي معلول احرز هدف علولي. ما عشان عصام الشوالي بيقول علولو علولو وراوف خليف
يقول علولو، فهنا علولي يعني زودوني حاجة حاجة جديدة حاجة جديدة. وهي برضو يعني بتاعت الكابتن أيمن الكاشف الأسرع دليفري في مصر علي معلول. لينا برضو رسالة أو في مفاجأة من الكابتن أيمن الكاشف لعلي معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكل المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للشيخ أسامة نجمنا الكبير الكابتن أسامة حسني، وتحياتي وتقديري الشخصي لنجم كرة القدم العربية ونجم النادي الأهلي الكابتن علي معلول. في البداية طبعا الدعوات وأمنيات إن شاء الله ربنا يشيل ويزيح هذه الغمة وهذا الوباء عن وطننا العربي وعن مصرنا، وأن نعود سالمين غانمين إلى ما نحب وإلى من نحب. طبعا أنا سعيد النهاردة أن أنا موجود معاكم من خلال الفيديو دوت في رفقة واحد من نجوم كرة القدم العربية ونجوم النادي الأهلي اللي كان بمثابة كلمة السر والأيقونة في الموسم الماضي موسم 2018-2019 بالثمان أهداف اللي سجلهم النجم علي معلول وبقدرته وإمكانياته وبروحه، وهو الشيء المميز اللي ساهم في حصول النادي الأهلي على اللقب رقم 41 في تاريخه في بطولة الدوري المصري الممتاز. النهاردة كابتن علي معلول مش بس هو واحد من نجوم النادي الأهلي، ولكن ساهم بقدراته وإمكانياته وبالروح اللي أنا دايما بحطها ما بين هلالين أو ما بين قصين، لأني بأكد على أن ده هو كان جسر التفاهم وجسر المحبة ما بين علي معلول اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي وبين جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيحب دايما ان هو يتابع لاعبيه ويرى مدى تمسكهم بالنادي، وده كان واضح وجلي تماما تماما في كل لقاءات ومشاركات ومجهود اللي بذله الكابتن علي معلول مع النادي الأهلي خلال مش رحلته أو مشواره الاحترافي. أنا هستغل تواجد الكابتن علي معلول مع الكابتن أسامة حسني، وأحب أعرف وجهة نظره ورؤيته من خلال مشاركاته ومن خلال خبراته. ما هو وجه التشابه والاختلاف ما بين المنتخب المصري لكرة القدم وما بين المنتخب التونسي، وما هو وجه التشابه أيضا والاختلاف ما بين الأداء والتنظيم والأداء المؤسسي ما بين الأندية المصرية والأندية التونسية؟ وطبعا بكرر تحياتي للنجم علي معلول وللكابتن أسامة ولكل المشاهدين، وأنا هنتظر الإجابة من خلال اللقاء الشيق اللي أتمنى أن كل اللي بيشوفونا ويتابعونا يستمتعوا بهذا اللقاء. بشكركم جدا جدا وتحياتي وتقديري لكم أيمن الكاشف. طبعا يعني تحية كبيرة للمعلق اللي أنا بستمتع به المعلق المصري كابتن أيمن الكاشف. كابتن أيمن بيسأل الفرق بين الأندية التونسية والأندية المصرية أو الكرة التونسية والكرة المصرية. لا يا كابتن مش ما فهمش فرق كبير، يعني البطولة التونسية والبطولة المصرية قراب من بعضهم، يعني نفس القواعد الجماهيرية اللي موجودة في تونس موجودة في مصر، نفس الضغوطات اللي موجودة في الفرق الكبيرة موجودة في الفرق الكبيرة في مصر، نفس تقريبا نفس الكرة الحديثة اللي قاعدة تتلعب في تونس تتلعب في مصر. على ذلك ديما نشوفوا نهائيات بتاع أفريقيا ديما بين الأندية التونسية والأندية المصرية، فنشوف إنه الكرة في الوقت الحالي قريبة أكثر لبعض. بطولة دوري أبطال أفريقيا زي ما هي حلم للاعبي النادي الأهلي وحلم لعلي معلول نفسه حققها، برضو هي حلم كبير لجمهور النادي الأهلي. يعني احنا من بقالنا ما يقرب من حوالي 6 سنين أو 7 سنين يعني النادي الأهلي ما حققش البطولة دي، وهي ده الهدف الأكبر لجمهور النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. النادي الأهلي ما شاء الله يعني قطع خطوات كبيرة في البطولة دي قبل توقف النشاط الرياضي، وصول النادي الأهلي للمباراة قبل النهائية أمام في الوداد في الزمالك في الرجاء أندية كبيرة. لكن حلم علي معلول وطموحات علي معلول وحلم لعيب النادي الأهلي عشان تحقق البطولة دي. هو احنا في النادي الأهلي كما قلت لك يا كابتن ندخل البطولة ان احنا ان شاء الله ناخد البطولة هذه، لكن نقسم المرحلة البطولة على مراحل.
يعني فما الدور التمهيدي وبعدين دور المجموعات والدوريات الإقصائية. يعني احنا يعني انا من 4 سنين في النادي الاهلي 4 سنين في دوري المجموعات دي معنا مشاكل نتأهلوا بصعوبة نتأهلوا الثانيين مرتبة ثانية دي ما نلقاو مشاكل، لكن في الادوار الإقصائية النادي الاهلي ديما يسترجع امكانياته وثقته وكل التاريخ نتاعه استمد تاريخه من المقابلات هذه. الحمد لله احنا السنة كنا واجهنا خصم اللي كانت عندنا معاه سابقة مش ممتازة السنة اللي فاتت اللي هو سان داونز. كانت كنا نتمنينا بعد المقابلة اللي انتهت السنة الفارطة كنا نتمنينا انه السنة الجديدة وجيب لنا سان داونز مرة اخرى. كنا قطعنا عهد على بعضنا الناس الكل لعيبة الكل انه نحبوا سان داونز تكون هي اللي موجودة نلعبوا لها في الدورة الربع النهائي. الحمد لله السنة سان داونز ربحناها في مصر وتعادلنا وقصيناها من الدور الربع النهائي. انا عايز في لحظه مهمه لما النادي الاهلي في استاد برج العرب لما اتجمعتوا كلكم في الدايره في وسط الملعب واتكلمتوا مع بعض بعد خروج وانتوا كسبين 1-0 صن داونز في ملعب برج العرب بعد ما خرجتوا من البطوله. الوقفه دي لضربه بين اللعيبه، وايضا الوقفه لما لاعبي النادي الاهلي اتجمعوا برضو بعد مباراه الزمالك اللي انسحب فيها نادي الزمالك وما لعبش مباراه من النادي الاهلي. دول وقفتين، الوقفتين كانوا بعد واحده، الاولى كانت بعد مباراه صن داونز والثانيه كانت قبل مباراه صن داونز. يعني ابرز الكلام اللي اتقال فيها ابرز الكلام هو انه بعد مقابله صن داونز كابتن حسام عاشور كان اتكلم معانا واعطانا انه احنا السنه هذه بالنسبه لنا خلصت، لازم تفكيرنا انه السنه الجايه تعويض التعب والحسره اللي كانت موجوده عند الجماهير بتاع النادي الاهلي. يعني لازم السنه اللي بعدها نكون متوجهين بافريقيا. كنت اتوقع النادي الاهلي خسران بنتيجه كبيره هناك في صن داونز تلاقي كم الجماهير الكبيره اللي ماليه الاستاد؟ لا لا لا، وحتى نادي ما يحصل لذلك، ما يحصلش في اي حته في العالم، مش هيحصل في غير في النادي الاهلي. لا لا، غير هنا في النادي الاهلي. الجماهير يعني بتحب النادي، مش اشخاص، مش يعني تحب النادي نتاعها، ده الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني كسبان خسران في مساند. في مساند. طيب مباراه الزمالك اللي انسحب فيها نادي الزمالك وما اتلعبتش برضو كانت نفس الوقفه، وقفتوا مع بعض كانت قبل ماتش صن داونز. لكن هتلاعب بقى مباراه صن داونز الاولى عندك في السنه. لا احنا كنا حابين نلعب المقابله بتاع الزمالك. كنتوا حابين؟ كنا عايزين نلعب مقابله الزمالك. حابين نكسبوا الزمالك ردا للاعتبار لينا على المقابله بتاع السوبر. السوبر على الاحداث اللي صارت، مش المقابله، خاطر احنا مقابله السوبر كنا 90 دقيقه احسن من الزمالك والاقرب، ضربات الحظ هي كنا نحب نلعبوا مع الزمالك احتراما لنادي الزمالك، نادي كبير وتاريخ وكل لكن النادي الاهلي كنا نحب نلعبوا للزمالك صالح الجمهور بتاعنا وناخذ ثقه اكثر للمقابله بتاع صن داونز، بالرغم انه باش يكون فيه تعب لينا قبل مقابله بتاع صن داونز، لكن كان فيه حماس نحبوا نكسبوا الزمالك. فكان الكلام انه حتى ما لعبناش المقابله احنا انتصرنا في المقابله، خلينا 3 نقاط بتاعنا وهذه فرصة لنا باش ناخذوا راحة ونحضروا مقابلة صن داونز كما يلزم، اللي المقابلة تاع صن داونز هي بالنسبة لنا كلاعبين حياة أو موت. حياة أو موت. حياة أو موت. فماش عايزين تغيروا الصورة اللي لازم والانطباعات بتاعت السنة اللي قبل. لازم كل اللعيبة تروح. لو خسرنا مرة تانية من صن داونز خلاص. يعني أنت شايف المباراة بتاعت صن داونز دي كانت يعني مش مباراة كرة قدم بس، ده مباراة لرد الاعتبار. رد اعتبار للنادي. للنادي وبعدين للاعبين. هو رد اعتبار للنادي للجمهور اللي كان موجود في ماتش 1-0 اللي هنا. فلازم تكسب الماتش ده. علي معلول كان ليه دور مهم جدا في الماتشين، مباراه الذهاب ومباراه العوده. هنبتديها الاول يعني مع المباراه اللي كانت في استاد القاهره، احرزت هدفين. الهدف الاول هدف رائع من تحرك رائع مع رب مع جونيور اجاييه. لا الهدف الاول كان انا على الجهه اليسار نحب نلعب مع جونيور ورمضان. جونيور كان ليك لعب معايا في النادي الصفاقسي اخر موسم، في علاقه كبيره ما بينك وبين اللعيب. يعرف تقيل على الكوره بلغه الكوره، تقيل على الكوره، لعيب يعرف يطلع الباك. يعني رمضان هذوم اكثر اثنين انا نحب نلعب معاهم، بيبقوا موجودين معايا في الجهه اليسار. يعني المقابله هذه انا كنت مركز
1000% لا لازم المقابلة هذه نعمل حاجة لتخليني نخلي بصمة في المقابلة هذه. عايزين تمحوا آثار المباراة السابقة. لازم يعني كان في تركيز طولة الأسبوع، تركيز كبير. أول مرة نشوف تركيز من اللاعبين الكل. يعني حتى اللي ما هوش متسجل في أفريقيا مركز. حاسس بالموضوع هذا. يعني كان في حماس كبير، كان في تحضير كبير للمقابلة، حتى المقابلة نتاع العودة كنا مشينا قبلها بست أيام. مظبوط، لسه هتكلم يعني عنها. يعني كان في تحضير ممتاز للمقابلتين يعني. طيب ريني فايلر، يعني ريني فايلر ما كانش هو المدير الفني في السنة السابقة، شايف عليكم ضغط كبير، يعني ازاي تعامل معاكم نفسيا قبل المباراة وفنيا في المباراة المهمة دي؟ ودي يعني كانت عنق زجاجة ومباراة زي بقولك لرد الاعتبار. تعامل ريني فايلر بقى في الوقت لا ده. هو كان هادي ويعني وقبل المحاضره كان كاتب ان احنا هنكسب. كاتب وينر. مفيش حاجه تانية يعني. مفيش يعني. كان هو هادي بس يعني محمسك هادي. مش مظهر ان هو يعني ماتش صعب، لكن في نفس الوقت مديك حاجات ان هو لازم تكسب الماتش ده. فحتى الشوط الاولاني كنا متسرعين، كنا عايزين نجيب الجون بسرعه عشان نخلص الماتش. فلما دخلنا ما كانش متنش، كان هادي. لا احنا كويسين بس نحاول ان احنا نهدى شويه، نلعب الكره على الارض، ما بلاش الطويل. فالحمد لله يعني الشوط الثاني لما عملنا الحاجات اللي هو قال عليها ربنا فرجها الحمد لله. ميزه ريني فايلر ايه؟ يعني علي معلول ما شاء الله في تاريخه في مسيرته اتعامل مع مدربين كتير. ميزه ريني فايلر ايه؟ لا هو هو عنده في التمرين يعني تكون في التمرين يعني حاضر في التمرين وتدي 100% في التمرين، مش تلقى روحك موجود في المقابل. يعني بيهتم برضه، مش مباريات يعني بس. يعني انت اسمك كبير ولعيب عندك تقلك في الفريق، بس تمرينك مش هو. مش هتلعب. يعني هو دايما بياخد بالتدريب والمجتهد وبيشتغل كويس. ما عندوش اسم ولا لا، التمرين. وبيقول لك كده يعني تمرين تلعب تمرين وده شيء مهم. لا شيء مهم اكيد عشان تتمرن كويس. مباراه سان داونز الاولى، يعني زي ما بقول لك علي معلول هو مفتاح المباراه، هو الحل اللوغاريتم بتاع المباراه. الهدف الاول حطها لك جونر اجاي ما بين رجلين مدافع. سان داونز، وانت كمان ركنتها يعني بشكل فيه مهاره كبيره. ما هو التحرك بتاعه هو اللي سهل يعني مش من الوينج اللي يحب يلعب على الخط. دايما بيضم لجوه. وبياخد معاه الناس، يعرف يستلم تحت ضغط. فهو لما استلم انا خلاص. بيوسع. هو بيوسع لي النص الفاضي ده. فكان في تفاهم بيني وبينه يعني. طيب الهدف الثاني ركله جزاء في وقت صعب جدا، يعني انت عايز تكسب نتيجه مريحه وانت رايح جنوب افريقيا. علي معلول هو برضو اللي دخل ما شاء الله الشخصيه الهدوء القوه ودخل سدد ركله الجزاء. خلي بالك في حارس جنوب افريقيا، حارس كبير. اكيد. لكن فما ثقه كابتن، فما ثقه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ثقه زملائك اللي موجودين معاك. يعني كل جت ضربه الجزاء دول علي معلول. انت اللي هتشوف. في ثقه من اللعيبه. في ثقه من مدرب ومن لاعبين لكن اهم حاجه يعني حتى بعد المقابله الناس كل علي معلول. لا مش علي معلول اللي كسب المقابله، اللي كسب هو النادي الاهلي. يعني احنا لو جونيور ما ادانيش الكوره مش هجيب جون. يعني احنا مجموعه نشتغل، مجموعه نكسب، مجموعه ما فيش فرد. ودي روح طيبه جدا. يعني انت لو انت بتتكلم ما تنسبش الفوز ما او الاهداف ليك دايما. لا لا. يعني بتتكلم مجموعه النادي الاهلي. اكيد كسبت المباراه الاولى 2، بدات تحضير المباراه الثانيه. المباراه الثانيه هتبقى اصعب من الاولى. وانتوا رايحين يعني هل في الذاكره ان احنا كسبين 2 فرايحين باريحيه، ولا بتبتدي مباراه من اول وجديد؟ لا مباراه من اول وجديد. يعني بعد السيناريو اللي صار السنه اللي قبلها، لا لازم تحضر المقابله كانه هذه اول مقابله عندك. اول مقابله. اول مقابله مع فريق تعرفه، فريق عندك عليه فكره كبيره، توا لازم تحضر المقابله. الحمد لله ان احنا مشينا قبل باسبوع من المقابله، يعني خذينا على الاجواء، خذنا راحتنا، خذينا تعودنا على الاكل، كان معانا الطباخ بتاعنا. يعني كانت الامور كل
محضرة بطريقة ممتازة. يعني تداركتوا أخطاء الموسم السنة اللي قبل كده؟ أكيد. رحتوا جهزتوا نفسكم؟ أكيد. كان فيه اهتمام أكبر؟ كان فيه تركيز أكبر؟ أكيد كل حاجة. يعني كنا 6 أيام قبلها كل حاجة، التمرين، تتعود على الجو. مرة حر ومرة مطرة، وكان فيه 6 أيام خلوك توصل الماتش وانت كويس يعني مركز. تركيز من طيب. كابتن محمود الخطيب كان معاكو، رئيس البعثة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان معاكو في محطات مهمة. برضو مباراة السودان، الهلال السوداني، مباراة مهمة جدا، ومباراة كان فيها ضغط كبير، ومباراة مصيرية وفيها ضغط جماهيري. يعني شايف مساندة الكابتن محمود الخطيب ليكو كرئيس نادي دايما، يعني بيساند لاعبي النادي الأهلي في المواقف الصعبة؟ لا، هو الكابتن محمود الخطيب يعني من الشخصيات الهادية واللي ما بيحبش يتكلم كتير. يعني شخصية هادية بس بيحسسك بالمكان اللي انت موجود فيه. يعني بالمسؤولية. مسؤولية. يعني طول 6 أيام تكلم معنا مرة واحدة. أول تمرينة احنا جايين نكسب، واحنا تاريخ، واحنا النادي الأهلي، بس لازم في حاجات كده. فخلاص الرسالة وصلت. الرسالة وصلت. لا، هي الرسالة وصلت من ساعة ما رئيس النادي معاك في الطيارة. يعني حتى لو الكابتن محمود ما تكلمش دي رسالة. خلاص الرسالة وصلت للعيبة. لازم انت ولعيبتك ورئيسك ترجع ترجع كسبان. مفيش. فالحمد لله احنا كنا كلنا رجالة الصراحة، وهو والجهاز والإدارة كلهم وفرونا الظروف الكويسة ان احنا عشان نكسب الماتش ده. قال لكم ايه بعد المباراة؟ يعني كنت شايف الكابتن محمود قبل المباراة وانتوا رايحين الملعب واقف على باب الفندق بيسلم على لاعب، وانتوا راجعين برضو بيسلم على لاعب. كان بيهنينا الصراحة. يعني كان بيهنينا على الرجولة بتاعتنا، على الروح اللي لعبنا بيها، على الغيرة بتاعتنا على النادي الأهلي، وخصوصا على رد الاعتبار الصراحة. يعني رد اعتبار لمصر كلها. يعني انت بتتكلم في 60 مليون ولا 70 مليون أهلاوي يعني. طيب، وانت بتتكلم عن المباراة ودايما علي معلول بيتكلم ويقول لا، ده مش علي معلول هو اللي احرز الهدف او هو اللي كسب، هي المجموعه كلها. واحد برضو من نجوم المباراه او نجوم الماتشين، مباراه صن داونز الاولى ومباراه الثانيه، ديانج كان له دور مهم جدا في المباراه مع علي معلول وباقي الفريق. ديانج بعت رساله لعلي معلول، نشوف ديانج قال ايه. السلام عليكم كابتن معلولو، جيسبر كي تو بيان et la famille, j'espère que ça va. C'est juste une petite vidéo pour toi, pour te dire comment je suis fan de toi, de ton football et ton caractère sur le terrain également, et ta sérénité, tu lâches rien et tu me donnes beaucoup d'inspiration. Donc reste comme tu es, ne change surtout pas. Salam alaikum. أليو ديانج لاعب كبير ومهم في فريق النادي الأهلي. أكيد لاعب كبير، لاعب عنده إمكانيات ممتازة، صغير في السن، يقعد معايا في الغرفة، لاعب هادي. يقعد معاك على طول في المباريات. لاعب هادي من أول ما مشى وليد أزارو. كان أزارو اللي بيقعد معايا. كنت أنا وليد أزارو، لكن كي مشى وليد أزارو قعدت أنا وديانج بحكم إنه اللغة بيتكلم فرنسية، فأنا بشرح له الحاجات. لعيب محترم، لعيب صغير في السن، لكن عنده حب أنه يتعلم حاجات جديدة، يحب يعمل حاجات ممتازة، فلعيب منتخب. فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله يعمل مسيرة ممتازة مع النادي الأهلي إن شاء الله. وهو أكيد صفقة مهمة وإضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي. علي معلول شايف المنافسة إزاي في مكانه؟ يعني في أيمن أشرف بيلعب في المكان ده، في محمود وحيد، سيل السيد برضو، يعني شاف المنافسة ازاي؟ لا، ما منافسة، انا منافسة شريفة، منافسة محترمة ما بين لاعبين دوليين. ايمن اشرف منتخب مصر، ومحمود وحيد راح اخر مرة منتخب مصر، حسين، منافسة ما تصب كلها لمصلحة النادي الاهلي. يعني اللي حاضر واللي شايف المدرب انه يكون موجود في المقابلة هذه هو اللي يلعب معنا. احنا كلاعبين ما عندناش مشكلة ما بين بعضنا، حتى علاقتي بأيمن أشرف علاقة ممتازة، حتى في المقابلات اللي يلعب فيها هو مساك ديما يقول لي
زيد وانا في ظهرك انا اغطيك. يعني من اللاعبين اللعيبه بتاع النادي الاهلي كلها لعيبه محترمه، كلها بتصب تفكيرها في مصلحه الفريق الكل، يعني مش مصلحتك انت كفرد. ايمن اشرف زي ما بيلعب مساك وبيلعب برضه باك ليفت، كان في مباراه سان داونز المباراه الثانيه كان ليه دور مهم برضه. ريني فايلر عمل جبهه، يعني علي معلول في الامام وحط ايمن اشرف وعمل جبهاته، بدا يشتغل في المنطقه دي. لا هو ايمن لاعب جوكر، يعني يلعب مساك يلعب باك ليفت وبيديك 100%، يعني اي مقابله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبقي عليه الستر. لاعب راجل، لاعب عنده قلب، راجل يحب النادي الاهلي، مخلص للنادي ولشخصيته، فلاعب يريحك من كل حاجه الصراحه. وانت بتتكلم عن ايمن اشرف وعلاقتك الطيبه حتى باللي بيلعبوا في مكانك، ايمن اشرف بعت لنا فيديو لعلي معلول، نشوف الفيديو من الكابتن ايمن اشرف عن علي معلول ونرجع لحضراتكم. مساء الخير عليكم، بمسي على كابتن اسامه حسني وعلى علي معلول. علي معلول طبعا من الشخصيات المحترمه بره الملعب، مش بتاع مشاكل، طبعا جوه الملعب طبعا من اللعيبه المؤثره، من اللعيبه اللي عندها حلول كبيره بتساعد بيها الفرقه، طبعا من احسن باكات ليفت موجوده في مصر وفي افريقيا. بتمنى له طبعا التوفيق الفتره اللي جايه، اتمنى طبعا ان احنا نرجع كلنا بعد الازمه دي ما تعدي ان شاء الله على خير، ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه في افريقيا باذن الله. بنشكر طبعا كابتن ايمن اشرف الجوكر اللي بيلعب مساك وبيلعب كمان باك ليفت على يعني كلامه عن علي معلول. مين اللعيبه القريبه من علي معلول في الفريق؟ لعيبه ما شاء الله، يعني لكن اول اثنين من اللعيبه اللي كانوا يعني في الفتره اللي انا كنت فيها وحدي اكثر ناس كانت الشناوي وهو كابتن حسام عاشور. الصراحة أكثر اثنين كانوا في وقت اللي أنا وحدي مش مع عائلتي ولا حتى مع عائلتي، كانوا أكثر ناس يقوموا باستضافتي ونخرج من المكان مع بعضنا. فما توا السولية، عمرو السولية، حمدي فتحي، حمدي فتحي طبعا من اللاعبين الصراحة اللي لسه جاي النادي الأهلي لكن تربطني بيه علاقة كبيرة، حتى لما تصاب ديما نكلمه ويكلمني نسأله على بعضنا. من اللاعبين الصراحة المحترمين، من اللاعبين اللي يبدأ موجود معك في الملعب هو ولا السولية تبدأ عندك اطمئنان كبير في نص الملعب الصراحة. وانت بتتكلم عن محمد الشناوي، ما شاء الله محمد الشناوي بمر يعني بأفضل فورمة ليه سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، بتطمن محمد الشناوي في ظهر علي معلول؟ اكيد اكيد. لا بيطمن الفريق ككل، يعني محمد الشناوي ما شاء الله من كاس العالم، من ساعه ما خد الفرصه بتاعه في المنتخب وهو الكيرف بتاعه ما شاء الله في التصاعد. ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه في المستوى هذا، وان شاء الله المستوى هذا يخليه ان شاء الله نتوجوا مع بعضنا الكل بالبطوله الافريقيه ان شاء الله. طيب وبرضه واحد يعني من ضمن لاعبي النادي الاهلي بنتمنى لهم ان شاء الله السلامه والعوده مره اخرى، وانت قلت عليه حمدي فتحي. اكيد فارق حمدي فتحي اكيد. الاصابه هي اصابه قضاء وقدر، لكن اصابه ما جاتش في وقت ممتاز بالنسبه لي. هو في المنتخب اول ما بدا يروح للمنتخب ومعانا احنا في النادي الاهلي كان يمر بفتره ممتازه، وكان يعني اهم العناصر اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، حتى المدرب كان بيبني الخط عليه. يعني ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله يا رب يرجعنا في اقرب فرصه ان شاء الله. ان شاء الله، ويعني دي فرصه كمان يعني في ظل توقف النشاط الرياضي تكون فرصه ليه ان شاء الله يرجع تاني ويشارك، خاصه عنده فرصه كبيره انه ممكن يكون موجود بقى خلاص في بطوله دوري ابطال افريقيا في مباريات الدور قبل النهائي وكمان في استكمال بطوله الدوري. كابتن حمدي فتحي بيبعت لك رساله مهمه جدا. بمسي عليك يا كابتن اسامه، وبمسي على كابتن علي معلول طبعا، وان شاء الله تكون حلقه جميله وتعجب جمهور النادي الاهلي. طبعا علي معلول احنا مبسوطين جدا ان هو موجود معانا في النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي هو عارف انا بحبه قد ايه، ومبسوط جدا ان هو موجود معايا في الفريق،
وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله يكون دايما مفرحنا ودايما مفرح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى له التوفيق دايما، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكسر الدنيا باذن الله. علي معلول لعيب محترف، عارف واجباته جوه الملعب وبره الملعب، وعارف هو بيعمل ايه يعني، وبيتعامل مع الناس كلها باحترام، والناس كلها بتحبه في النادي الاهلي، ودايما يعني انا على المستوى الشخصي دايما هو بيتكلم معايا، بيجي ينصحني، وانا بحب اتكلم معاه، من الناس اللي انا بحب اتكلم معاها على طول، وبقول له اللي جوايا يعني. فهو شخصية بعيدة عن الكورة، لا شخصية محترمة جدا وشخصية نظيفة يعني. فعلا يعني في علاقة قوية، من الكلام اللي قاله حمدي فتحي عن علي معلول في علاقة قوية وعلاقة حب يعني. لا انا من اللاعبين اللي الصراحة يعني نحترمهم برشا، لاعب صغير في السن، لاعب يحب يسمع من اللاعبين اللي اكبر منه في السن واللي اكثر منه خبرة في الملعب، لاعب يحب يتطور، لاعب عنده اهداف يحب يحققها. صراحة من اللاعبين هذوما اللي انا نحبذهم يكونوا موجودين في النادي الاهلي، خاطر هذوما اللي نجموا يمشيوا مع السياسة اللي موجودة في النادي الاهلي. لاعب عنده طموح، عنده اهداف، يحب يتقدم من المقابلة الأخرى، فهذا من النوعية تاع اللاعبين اللي النادي الأهلي يستحقهم في الأوقات هذه. وأنت بتتكلم عن نجوم النادي الأهلي الحاليين واللي مع علي معلول في الفريق، أيضا في واحد من يعني من النجوم السابقين، نجم كبير وليه تاريخ كبير وكان أحد كباتن الفريق، الصخرة، عارف الصخرة الأول ولا؟ كابتن وائل جمعة. كابتن وائل جمعة. عارفه أكيد. اتفرجت على وائل جمعة. أكيد أكيد. طيب. من احسن المدافعين اللي جاوا في تاريخ مصر، يعني مدافع مساك ما شاء الله يعني. طيب كابتن وائل جمعه حريص يعني، وعلي معلول ضيفنا النهارده وجود معانا بيوجه لك رساله، تعال معانا نشوف الكابتن وائل جمعه قال ايه عن علي معلول. السلام عليكم يا اسامه. السلام عليكم علي، ازيك؟ منور قناه الاهلي، بيتنا كلنا، و سعداء ان انت موجود في النادي الاهلي معانا، وما شاء الله متالق وقائد للفريق بدون شاره. عايز اقول لك احنا مبسوطين كلنا ان انت موجود في النادي الاهلي وبتدافع عن شعار النادي الاهلي زي ما احنا دافعنا كلنا عنه، واحنا مبسوطين ان انت معانا، وبنقول لك استمر، انت قائد للفريق بدون شاره، شخصيتك واضحه وقيادتك للفريق واضحه، ان شاء الله تستمر مع النادي الاهلي نهايه عقدك باذن الله ونهايه مسيرتك في الكوره باذن الله اللي ما تنتهيش حاليا. انما حبيت اعبر لك عن شكرنا كلنا على اللي انت بتقدمه للنادي واخلاصك للنادي، وان شاء الله تحس بقيمه اللي انت عملته للنادي الاهلي بعدين باذن الله. النادي الاهلي جمهوره ما بينساش اللي اخلص له واللي اداله، ومره ثانيه احنا سعداء ان انت موجود معانا علي، شكرا. اكيد يعني نجم كبير، وكان واحد من كباتن الفريق الكابتن وائل جمعه، وقال كلام مهم جدا عن ضيفنا النهارده كابتن علي معلول. لا رسائل تتغنى بها صراحه كابتن، يعني لما مدافع في قيمه كابتن وائل جمعه يقول عليك كلام كما هذا، ما يزيدك الا شرف انك تكون موجود في عائله موسعه للنادي الاهلي. الصراحه واحد شرف ليه انه ارتدى القميص بتاع النادي الاهلي، وعرف شخصيات ممتازة، وعرف لاعبين قدام ولاعبين حاليين في المستوى هذا، فهذا ما يزيدك إلا شرف أنك تكون موجود في النادي الأهلي، وتحاول أنك على قد ما تقدر تطول في المدة متاعك في النادي الأهلي، وإن شاء الله ربي تكون عند حسن الظن متاعهم، وإن شاء الله زاد هو نتمنى له يكون موجود في التحليل بتاع المباراة النهائية الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله. حب الناس الكبير لعلي معلول بيخلي علي متمسك أكثر بالنادي الأهلي؟ أكيد يا كابتن. يعني الواحد صحيح يعمل يعني يلعب بشيخ وفلوس، لكن أهم حاجة هي حب الناس، يعني اسمك اللي تخليه، خاطر الفلوس توفى والكورة توفى، لا تقعد كان علاقتك مع الناس. يعني نشوف أنيس بوجلبان كيجي لمصر في الوقت الحالي، الناس مازال الناس تفتكره بحاجات كبيرة، والناس تشيله فوق راسه. يعني هذه الحاجة اللي الواحد لازم يفكر فيها بعد ما يخلص المسيره بتاعه يعني. وانت بتتكلم عن الفلوس، وممكن الواحد او علي معلول يضحي بحاجات كتير علشان حبه للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت
جالك عرض كبير من احد الانديه السعوديه، مقابل كبير جدا للنادي الاهلي، مقابل كبير لعلي معلول. علي معلول فضل البقاء في النادي الاهلي، يعني انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر في المنطقه دي. انا قلت مش نكون صريح معاك، يعني انا من اول ما جيت النادي الاهلي تقريبا كل ميركاتو يجيني عرض ولا اثنين. يعني حتى كان النادي فكر انه مش يبيع علي معلول، لكن انا كان عندي ايمان كبير اني انا مش نقعد في النادي الاهلي ونوصل لمرحله انه النادي الاهلي ما عادش يفكر انه بيستغنى على علي معلول. والحمد لله العرض ممكن اكبر عرض بتاع السنه اللي فاتت اللي انت كان الاكبر. كان اكبر للنادي ولعلي معلول. لكن حبي للنادي وحبي للجمهور والنادي لما اتكلمنا مع بعضنا كان عنده راي اني لازم نكمل في النادي الاهلي. انا يربطني عقد بالنادي الاهلي عقد احتراف صحيح، لكن عندي عقد حب واحترام للنادي. قالوا لي علي معلول ماكش مش تخرج من النادي الاهلي، انا عندي عقد مع النادي لازم نكمل العقد بتاعي لاخر مده فيه، واذا علاش لا نعاود نمدد في العقد بتاعي مع النادي الاهلي، خاطر الصراحه مكان يخليك ان انت تبدا فرحان انك تكون موجود فيه الصراحه. يعني وانت بيجي لك عقد ودايما بتفكر دايما حاطط جمهور النادي الاهلي اكيد قدامك. اكيد نفسك تختم حياتك في النادي الاهلي؟ يا رب ان شاء الله، لو لينا نصيب نختم نختم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني دايما مسيره علي معلول مع النادي الاهلي تبقى مسيره مليئه بالبطولات وبالانجازات. عايزين نروح نتكلم عن الكره التونسيه، عن المنتخب التونسي. ما شاء الله علي معلول تاريخ كبير، اكثر من 60 مباراه دوليه مع المنتخب التونسي، شارك في كاس العالم. عايزين نتكلم عن الفتره دي، فتره مهمه جدا، ولكن بعد الفاصل. تاريخ كبير مع المنتخب التونسي، اكثر من 60 مباراه، اصبح كابتن للمنتخب التونسي، وفتره مهمه في حياه علي معلول. وايضا يعني شاركت في نهائي كاس العالم السابقه مع 2018 مع كابتن نبيل معلول. اكيد لاعب كره قدم ما نجم يكون يفتخر بالمسيره بتاعه الا لما يلعب في نوادي كبيره ويشرف بلاده ويلبس قميص المنتخب. فالحمد لله انا عندي سبع سنين مع المنتخب. كان اول تربص ليا في المنتخب كان على ايد المدرب سي نبيل معلول اللي كان اول مدرب عيط لي للمنتخب. كيف تعديت على عده مدربين اخرين، لكن الوصول لتوا سي منذر الكبير مدرب المنتخب. يعني عملت فترات ممتازه مع المنتخب، شاركت في كاس عالم، 2 بطوله افريقيا. يعني الحمد لله تاريخ ممتاز مع النادي مع المنتخب، لكن عندي طموحات ان شاء الله اكثر مع المنتخب نحققه ان شاء الله. احساسك ايه واصبح علي معلول دلوقتي يعني كابتن من كباتن المنتخب التونسي؟ لا شعور ممتاز، شعور يعني ان انت تشرف في بلاد كامله في 13 مليون تونسي حاجه ما زيدك الا فخر واعتزاز. يعني حتى لو كان ما تلعبش مش بتشارك وما لا يعني ارتداء قميص المنتخب شرف لاي واحد. يعني الحمد لله اللي انا موجود على المدار 7 سنين متتاليه في المنتخب، هذا حلم كنت نحلم به والحمد لله حققته. يعني كابتن نبيل معلول اسم كبير في الكره التونسيه وايضا كمان مع المنتخب التونسي، ترك بصمه اكيد كبيره في علي. اكيد 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 من احسن مدرب تمرنت عنده. يعني الصراحه يعني انسانيا فنيا اخلاقيا يعني من احسن المدربين اذا كان مش احسنهم اللي تمريت عليهم في مسيرتي الكرويه الصراحه. يعني حتى في الفتره اللي مسك فيها المنتخب كان عندنا اول مقابله مع المنتخب المصري، وفي الفتره ذيك ما كنتش بنشارك في النادي الاهلي. يعني كان كلمني اول ما مسك المنتخب كلمني وقال لي باش تبدا موجود معايا في المنتخب وباش تلعب وباش تعمل مقابله ممتازه وباش ترجع بها للنادي الاهلي وتشارك بصفه اساسيه. ف يعني حاجه مدرب بالنسبه لي انا اضاف لي الكثير والكثير الصراحه. بالرغم برضو يعني ثقه الكابتن نبيل معلول فيك، فتره كنت انت مصاب بكاس العالم برضو كان حريص انك انت تكون موجود معاه في الحدث الكبير. اكيد اكيد يعني
هو لي الفضل ان انا كنت موجود حتى خاطر كان جا مدرب ثاني وانت مصاب ما كانش مش يعيط لك للمنتخب يقوم بدعوتك للمنتخب، لكن هو كان خذاني معاه للمنتخب ودعاني للمنتخب وكان حريص اني نتعالج في المنتخب. يعني مدرب بصراحة يعني ليه فضل كبير علي. يعني طيب زي ما احنا وعدناك من اول حلقة ان احنا عندنا النهاردة مفاجآت كتير، معانا كلام مهم جدا من المدير الفني السابق لمنتخب تونس الكابتن نبيل معلول بيتكلم عنك كلام مهم. تعال نشوف الكابتن نبيل معلول قال ايه عن نجمنا النهاردة علي معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن شهادتي أنا تكون مجروحة في علي، لكن فما أمر مهم جدا لازم تاخذوه بعين الاعتبار، أنه رغم ما فيش سيرة قرابة بيني وبين علي معلول بتاتا، لأنه علي من مدينة وأنا من مدينة، بعض لبعضنا مئات الكيلومترات. ويمكن أنا ما عرفت علي معلول شخصيا إلا لما كان متواجد معنا في المنتخب قبل مباراة مصر بالذات سنة في شهر جوان شهر 6 2017. طبعا علي معلول حسب رأي أنا هذا الشخصي ورأي فنيين عديدين يعتبر حاليا أفضل باك شمال في إفريقيا. علي معلول معناها تطور بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، لاعب عصري عنده طبعا ميزات متعددة جدا ممكن تلقاها موجودة في لاعبي خط وسط الميدان ولاعبي الأجنحة أكثر من تكوها تكون موجودة عند اللاعبين اللي موجودين في الدفاع الخلفي وخاصة في العلمين وفي اليسار. علي معلول صحيح أنه لاعب هجومي بامتياز، يكون نقطة قوة أي فريق يلعب كما كان نقطة قوة المنتخب في الجهة اليسرى، كما كان نقطة منتخب نقطة قوة أيضا النادي الرياضي الصفاقسي، كما هو حاليا نقطة قوة النادي الأهلي بدون أدنى شك. كما قلت عنده مميزات كبيرة هجوميا، لكن راو اللي ممكن الناس تتغاضى عليه شويه وتتنساه انه ميزات عليه الدفاعيه اكثر من ميزاته الهجوميه، ممكن لانه نشاهدوه باستمرار النادي الاهلي يلعب بطريقه هجوميه بحته، عليه موجود ديما موجود في نصف الملعب الهجومي اكثر من نصف الملعب الدفاعي، لانه النادي الاهلي سبقته هجوميه. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي لما كان متواجد معانا، لكن لما علي معلول لما تعطيه توصيات دفاعيه وتقيدوا بها لاعب تكتيكي على مستوى عالي جدا، عنده الخبث الكروي التكتيكي اللي لازم يكون موجود عند الواحد. واكثر ميزه اللي انا اشوفها عند علي هي طبعا التوقيت التمركز نتاعه في الوقت المناسب في المكان المناسب. علي دائما حل اي واحد، يعني ممكن الكره تكون عند الباك اليمين علي يكون حل بالنسبه اللي هو متواجد في مكان اللي يكسر به خطوط المنافس. انا اقول له علي برافو على الشيء اللي تعمل فيه، واختيارك للأهلي كان صعب جدا، لأن الأهلي يعتبر مش من أفضل الفرق اللي موجودة في إفريقيا، يعتبر من أفضل الفرق اللي موجودة في العالم. وهو يتذكر ممكن كلامي، زي استشارني مرة في المرات كانت عنده عروض من أوروبا، قلت له يا علي راو وجودك في الأهلي أفضل من تروح راو تحترف في أوروبا، لأنه أهلي فريق كبير، فريق معناها على مستوى عالي جدا، خليك في الأهلي راي شعبيتك باش تكون كبيرة في الأهلي. والحمد لله حاليا قاعد يقوم بمباريات وبمواسم اللي ممكن يخلي جمهور الأهلي يقعد يتغنب عليه حتى معناها يكمل عليه بإذن الله، حتى بعد ما يكمل مشواره الكروي. أنا أتمنى أنه يكمل مشواره الكروي في الأهلي لأنه عمل معناها مسيرة متميزة جدا. برافو. حاجة أخرى مهمة جدا، أنه علي حاليا راك ما زلت صغير، ما زلت تقدر تتطور، ما تقولش هاني معناها قربة الثلاثينات، لا انت حاليا معناها كل ما تزيد عام كل ما خبرتك تزيد، لانك نعرفك انك انساك مستقيم، انساك محافظ جدا، انساك منضبط جدا في التمارين تاعك، وتوراو الكرة القدم تقدمت جدا، ممكن تمشي حتى لل 36 37 سنة إذا كان تقعد في نفس الانضباط، وأنا متأكد أنك باش تبقى على نفس المستوى إن شاء الله لمدة 6-7 سنوات أخرى إن شاء الله. يعني نجم كبير الكابتن نبيل معلول، أكيد لما يتكلم عن علي معلول لازم يوقف قدام الكلام اللي قايله، يعني أي الحاجات مهمة بيقول. النهاردة الناس بتختصر علي معلول إنه هو ظهير بهاجم بس، لا برضو عنده النواحي الدفاعية ما شاء الله بيأديها بشكل كبير. لا يعني الناس في العموم اللي ما تعرفش الكرة ولا ما لعبتش الكرة تقيمك ان انت هجومي ولا دفاعي، لكن المدربين اللي يكونوا موجودين معاك وتواجدوا معاك ودربوك يعرفوا امكانياتك. يعني كل مدرب عنده توصيات خاصة في المقابلة هذه. يعني انا كان جاني مدرب يقول لي المقابلة هذه ما نحبش علي معلول هجوم، نحبه دفاعي،
ما فماش ما اسهل من انك تعمل ادوار دفاعيه، تقعد في نص الملعب، المهاجم بتاعك مش يكون على طول في وشك، هتبقى سهل. فانا الصراحه تعلمت منه حاجات كتير يعني، لما كنت في الملعب حتى في التمرين بيصلحني الوقفه بتاعتي ازاي، التحرك بتاعي ازاي، يعني سينابين من المدربين اللي قرب القلب برشا، تعلمت منه الكثير والكثير. ان شاء الله نتمنى له تجربه ممتازه مع المنتخب السوري، وان شاء الله يقدم مستويات معه ممتازه ويتوج بالالقاب معه. وتعليق يعني بيقول علي معلول استشارني، كان جاله عرض كبير في اوروبا. استشار علي معلول اللي أنا يعني نجاحك في النادي الاهلي، يعني كما قلت لك يعني في الفتره اللي كان في فتره انتقالات كان موجود معانا، كنت استشرته قلت له سينابيل جايني عرض من المكان هذا، لا قال لي لازم تكمل في النادي الاهلي، مسيرتك باش تبدا حافله كان في النادي الاهلي، يعني انت بتلعب في نادي عالمي، نادي موجود متصنف عالميا، فاخذت بالنصيحه نتاعو يعني. طيب، واحنا يعني بنشوف كلام المدير الفني السابق لمنتخب تونس كابتن نبيل معلول، ايضا معانا رساله مهمه من الكابتن المنذر لكباير المدير الفني الحالي لمنتخب تونس، وكلام مهم عن ضيفنا الكابتن علي معلول. مرحبا بكل العاملين في قناه الاهلي، مرحبا بجماهير الاهلي العريقه والاخوه والاشقاء المصريين، مرحبا بك علي، ربي يحفظ الجميع ويحفظنا من الوباء هذا. تعرف علي الفترة الأخيرة اللي حبيت تجي لتونس وتزور أهلك وأحبابك وأصدقائك، لكن الشيء هذا ما كتبش. مشكورة قناة الأهلي اللي وفرت لنا الفرصة باش نشوفوك ونطمئنوا على أحوالك. برشا ناس تحترمك وتقدرك وأنا واحد منهم، يسألوا على الحالة الصحية متاعك في الفترة الأخيرة، إن شاء الله تكون لاباس أنت والعائلة. نعرف اللي انت اليوم في مصر وفي ناديك حاطينك في عيونهم، لانك تستاهل كل خير، انسان خلوق، وانا متاكد اليوم اللي انت ما بين اهلك وما بين احبابك. تعرف علي اللي بعد الكورونا العديد من المجالات باش تغير، العديد من الاشياء باش تغير، نتمنى ومتاكد ان شاء الله فما اشياء ما تتغيرش عندك، هو حرصك وسعيك باش تكون متألق وتكون متفوق فرديا وجماعيا مع النادي نتاعك ومع المنتخب. فرحت جماهير المنتخب، فرحت جماهير النادي الأهلي، فرحت جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بمهاراتك، بمهاراتك وبمردودك الغزير. نشكرك مرة أخرى على المد التضامني اللي قمت به مع بلادك، وكنت غيور على بلادك، وانا متاكد الشيء هذا راك قمت به مع مصر. انا فخور بك، المنتخب فخور بك، وربي يفرج علينا في القريب العاجل. نتمنى نشوفوك بخير في القريب العاجل في المنتخب، وتكون متالق كما العاده، وان شاء الله نحققوا انجازات مع المنتخب. شكرا وربي يحفظكم جميعا. يعني كلام سي منذر من يعني من الناس المحترمه، من الناس يعني اخلاقيا وفنيا يعني عالي جدا، يعني ممكن هو من الناس اللي الهاديه برشا اللي خلت الناس ما تتكلمش عليه، لكن هو من احسن المدربين الصراحه اللي تمرنت عندهم لمده قصيره، لكن الراجل تعرفوا في المدة الصغيرة هذه تعرف طريقة التمرين بتاعه، تعرف فكره التدريبي، يعني الحمد لله ان انا تمرنت عنده، وهو حاليا ماسك المنتخب، عرف يرجع الاجواء الممتازة في المنتخب بعد فترة بتاعت كاس افريقيا، المجموعة رجعت في فما لحمة كبيرة في المجموعة. نحب نقوله زاد انه هذا واجب وطني باش نعاولوا بلادنا في الظروف الصعيبه هذه، وهو اللي كان يعني بدا المسانده هذه، ونقول ان شاء الله ربي يحمي تونس، وان شاء الله ربي يحمي الشعوب العربيه الكل، نتعدي الفتره هذه نتاع الوباء هذا ان شاء الله. ان شاء الله تعدي الفتره دي. كل المدربين السابقين تولوا قياده علي معلول في المنتخب كلهم اقتنعوا بقياده علي معلول اقتناع كبير جدا، كان هو عندهم يعني لاعب رقم واحد ولاعب مهم. ايه حكايه ألان جريس كاس الامم في كاس السابق؟ ممكن وجهه نظر، انا ما الله يسامحه انا ما نحبش نتكلم على مدرب يعني، حتى لو هو
يعني ضرني ولا عمل لي حاجه ما هيش بمصلحتي نقول الله يسامحه، يعني عنده وجهه نظر نحترموها الناس الكل. وكهو وده كلام محترم. اكيد انت زعلت في الفتره دي، لكن شفت مسانده جمهور النادي الاهلي ازاي وقتها؟ لا انا اول مره يعني افتكرت، والله افتكرت اني انا مصري مش تونسي في اللحظه دي. يعني قلت انت المسانده اللي لقيتها من جماهير النادي الاهلي حسيت اني انا واحد منهم. يعني الناس كل وقفت معايا، الناس كل كلمتني، الناس حتى على الفيسبوك على الانستغرام، يعني حسيت اللي انا ننتمي لجماهير النادي الاهلي. فحبيت نشكرهم على الفتره السعيده هذيك وعلى وقوفهم والمسانده الكبيره اللي لقيتها منهم. كيف ما ننكرش انه زاد في الشارع التونسي لقيت مسانده كبيره، لكن فما مسانده من مسانده، يعني مسانده من لا فما ناس ما ساندتش في تونس. ممكن فما حاجات كيف ديما نقول الله يسامح، لكن انا تونسي وشرف اللي انا نكون تونسي. يعني وانت بتتكلم عن المسانده وجماهير النادي الاهلي كان لها دور كبير في الوقت ده وساندت علي معلول، ايضا برضو الصحافه التونسيه استغربت وكانت يعني ازاي علي معلول احد الاوراق الرابحه يعني يستبعد من قائمه المنتخب. وكمان ده اللي ظهر لما اول ما البطوله ابتدت، المباريات ابتدت، بان ان علي معلول كان لازم يكون موجود في الفتره دي في المنتخب وموجود في القائمه الرئيسيه وموجود كمان في التشكيله الرئيسيه، والصحافه التونسيه ساندتك وقتها مسانده كبيره خلال الفتره دي. لا كما قلت لك يعني لقيت مسانده من الصحافه التونسيه من الناس اللي موجوده في المجال الرياضي. يعني الناس الصراحه برشا من الصحفيين كانوا اتصلوا بيا حبوا يعرفوا الموضوع، الناس كل كانت الصراحه واقفه معايا. حبيت نشكرهم الصحافه التونسيه اللي قاعده تخدم في خدمه باهية. نحاولوا زادا انا نحب نوجه لهم كلمه انه لازم نعاونوا الكره التونسيه نتاعنا، نقفوا مع المنتخب نتاعنا، نقفوا مع جمعياتنا باش نجموا نقدموا بالكره العربيه ونقدموا بالمنتخب ونحققوا به الاهداف نتاعنا الكل. طيب تعال نشوف مع بعض تقرير من الصحفيين الاشقاء التوانسه وكلامهم عن علي معلول. مرحبا الناس الكل، دونك باش نحكي على علي معلول، واحد من احسن الملاعبين، خليني نقول احسن ظهير ايسر في افريقيا. نجاحاته مع نادي الصفاقسي مع فريق النادي الاهلي شفنا هذا حتى في مقابله سان داونز في لقاء الذهاب، تسجيله زوز اهداف وساهم بنسبه كبيره في التاهل بتاع فريقه. ايضا التالق شفناه احسن لاعب محترف في 2019 هذه من باب الصدفة، برشا خدمة لعلي معلول في مصر مع المنتخب الوطني ربما ما كانش محظوظ برشا خاصة في مونديال روسيا 2018 نجم نقوله دون المأمول غيابه على الكان، لكن نجاحاته قاعدة تتواصل إن شاء الله نروح من جديد في المنتخب الوطني. طبعا علي معلول يعتبر واحد من أبرز اللاعبين في القارة السمراء في هذا الموسم، خصوصا لما قدمه من أداء متميز في الدوري المصري وأيضا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والمجهود الكبير الذي برز به في مباراة ميميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في لقاء ذهاب الدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا الذي فاز فيه الأهلي بهدفين صفر وهدفين سجلا عبر اللاعب علي معلول. يعتبر اللاعب علي معلول من أفضل انتدابات الأهلي المصري في العقد الأخير وربما أفضلها أيضا من خصائص اللاعب التونسي علي معلول، الاستقرار في الأداء والعطاء على أرضية الميدان، يعني دون حسابات، اللاعب يعطي دون حساب على أرضية الميدان. أيضا اللاعب علي معلول يعتبر من أفضل اللاعبين التونسيين اللي احترفوا في مصر. علي معلول في الحقيقة هو من أبرز اللاعبين على المستوى العربي حاليا، أثبت ذلك من خلال تجربته مع فريق القرن الأهلي المصري، قدم أداء متميزا سواء مع الأهلي أو مع المنتخب الوطني التونسي، وأعتبره شخصيا من أبرز الأظهرة على المستوى العربي وحتى على المستوى العالمي خاصة في الجهة اليسرى، لأنه من النادر وقليل جدا أنه موجود لاعب يحذق اللعب بالساق اليسرى في هذا الوقت. عنصر متميز يتميز
انضباط الفني على الميدان في التدريبات وأيضا في المباريات الرسمية. أبرز النقاط القوية بالنسبة لعلي معلول هي القوة الهجومية مع الفريق المصري، إضافة إلى الانضباط كما ذكرنا في التدريبات والرسميات، يجيد كرات الثابتة، ركلات الجزاء، هو عنصر مهم للنادي الأهلي وأيضا للمنتخب التونسي. ونقطة في اعتقادي من أبرز ما يميزه على بقية اللاعبين هي الصمت والابتعاد عن وسائل الإعلام ومواصلة العمل والتميز. إن شاء الله بالتوفيق لعلي معلول النصر التونسي الموجود في النادي الأهلي. كل الشكر لإخواتنا الصحفيين التوانسة الأشقاء عن الكلام اللي قالوه عن ضيفنا النجم الكبير علي معلول. نشكرهم برشا على كلامهم، وإن شاء الله يكونوا ديما في ظهر اللاعبين التوانسة اللي حتى هم مش في ظروف باهية ولا في فورمة باهية، يحاولوا ديما يقفوا مع اللاعبين متاعهم باش إن اللاعبين يحسوا إن هم عندهم سند قوي يتسندوا عليه. وزي ما انت شفت المسانده الكبيره من الشارع التونسي ومن الصحافه التونسيه، ايضا جماهير النادي الاهلي برضو بعتت رساله وكلام ودعم كبير لنجمهم علي معلول اول ما عرفوا النهارده ان هو موجود معانا في حوار خاص على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني اختصونا بفيديوهاته وكلام حلو جدا عن نجمنا علي معلول. تعال نشوف كلام جمهور النادي الاهلي عنك وترجع تعلق على الكلام وعلى انطباعات وعلى شعور جماهير النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي الكابتن أسامة حسني وممسي على ضيفه كابتن علي معلول. أنا بحب أقول كلمة كابتن علي معلول، كابتن علي أنت من أفضل الباكات ليفت في أفريقيا ومن أفضل الصفقات في تاريخ النادي الأهلي. إحنا إن شاء الله مستنين منك ومن زمايلك إن شاء الله بطولة أفريقيا السنة دي، وعندنا ثقة فيكم اللي أنتوا تجيبوا لنا بطولة أفريقيا ومن بطولات لبطولات إن شاء الله. إحنا بنحب علي معلول لأنه شبهنا، تحس انه لعيب مننا، واحد مننا الجمهور كده. هو ما كانش موجود في مدرسه الناشئين ولا لعب في قطاع الناشئين، لكن باين عليه انه شارب الاهلي والاهلي جواه في تكوينه. يعني علي معلول في عصبيته وفي حماسه لما خلاص الماتش بيقرب يخلص ونكون محتاجين هدف، لا ده بيموت نفسه عشان نجيب الهدف، وفي فرحته كمان في الاهداف الزائد 90 اللي كتير ساهم فيها معانا، ماتش الاتحاد وماتش الجيش، تحسه لا ان ده واحد من الجمهور، ده بيشجع الفريق بعيد عن انه لعيب. ارتباطنا بكابتن علي معلول الفتره الاخيره هو ارتباط اكتر منه ان انت ممكن تشوف علي معلول هو حاليا افضل صانع لعب في النادي الاهلي وراجل هداف واهدافه حتى مؤثره جدا، لكن جمهور النادي الاهلي اما بيبص اللاعب اكتر من ان انا ابص لفنياتك والمهارتك والموهبتك، ببص لمواقفك وببص لحماسك. يعني حتى انا بتكلم وكابتن علي معلول بالصدفه ورايا ان بيبان طريقتك وبيبان يعني قوه شخصيتك في الملعب، الشخصيه اللي جمهور النادي الاهلي بيحبها. علي معلول من اليوم الاول اللي رجليه لمست فيها النادي الاهلي وكلنا حاسين انه واحد مننا، أهلاوي مولود في التتش، وعشان كده دايما بنقول يا بختك يا معلول بالأهلي ويا بخت الأهلي بمعلول، يا بخت اللي عنده معلول. علي معلول بنحبك جدا، نحبك برشا. علي معلول واحد من أفضل اللاعبين في مركزه في القارة وأحد أفضل صفقات الأهلي خلال المواسم الأخيرة. قدر في فترة تواجده مع الأهلي أنه يطور من أداءه الدفاعي اللي كان عليه بعض الملاحظات، وتماشى بعد كده مع أداءه الهجومي واللي ساهم بشكل كبير أنه يحسم عدد من المباريات الهامة في مشوار البلد الأحمر، كان آخرها الفوز على سان داونز بدوري الأبطال. نتمنى التوفيق لعلي معلول خلال الفترة اللي جاية مع الأهلي، وبالتوفيق لأسرع دليفري في مصر. سلام علي معلول، راني مصروية، اسمي مروة عيد، مي حبيت نقول لك سيت مساج بالتونسي باش تفهم قديش نحبوك، قديش الجمعية الكل جمعية النادي الأهلي والجمهور تاع الجمعية تاع النادي الأهلي، فرانشمون رانا الكل نحبوك، رانا نموت عليك على خاطر راك جوار كوي ياسر، راك نوتخي كابيتان كي فرانشمون كي نستحقوك، راك ديما موجود، راك ديما برجولية حاضر، عندك الشخصية تاع النادي الأهلي عن مونتالمو عندك كوي ياسر، وهدول الجوارات كي نحبهم يكوروا عندنا في الجمعية بتاعنا. ولدي ربي يعطيك الصحة، ربي يبارك لك في ولدك إن شاء الله، ورانا نشجع تونس على خاطرك انتي بركة، ربي يعطيك الصحة ولدي إن شاء الله تيغا سغاشي نوجس كالفانتو كارير على خاطر جوار كيفك، حبوك يكمل حياته ويكملها عندنا في النادي الأهلي. يعطيك الصحة خويا ويبارك لك في ولدك، ويحيا تونس ويحيا علي معلول. سلامة. حاجة تفرح برشا كابتن والله كي تسمع ناس تتكلم عليك بالصفة هذه بالحب هذايا،
نحب نشكرهم برشا، وخصوصا اللي تكلمت معايا بالتونسي نحب نتوجه لها بالشكر وعلى اللهجة التونسية متاعها، وإن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم، وإن شاء الله يا ربي نادي الأهلي ديما في العلالي إن شاء الله. الهتاف اللي بيهز علي معلول وهو في الملعب من جمهور نادي الأهلي، والله يا كابتن هو الناس يعني حتى اللاعبين الموجودين يقولوا لي يعني جمهور النادي الأهلي يعني ما زال توما يعني الأعداد ما زالت، لكن فما أغنية أنا نحبها برشا هي أغنية التالتة شمال بنهز جبال. يعني لما يغنوها في الملعب تبقى يعني تولي حاجه مزيانه على الاخر. علي معلول ما شاء الله، خلاص احنا يعني مش هنقول علي معلول التونسي، هنقول علي معلول المصري، خلاص انت بقيت يعني تونسي مصري. تونسي مصري، تونسي مصري طبعا، تونسي مصري، واحنا يعني مصر وتونس كلنا بلد واحده الحمد لله اشقاء. طبعا اكيد بتتابع الفن المصري دلوقتي، يعني الكوميديا شويه، الافلام المصري القديمه شويه برضو. يعني حفظت خلاص الإفيهات المصرية والأفلام المصرية والمسلسلات على حسب شوية شوية يعني. طيب معانا برضو يعني من ضمن النجوم الأهلوية والفنانين الأهلوية الفنان حمدي مرغني والفنان الأهلاوي عماد رشاد والمخرج الكبير محمد العزيز بعتوا رسائل لعلي معلول. الكابتن الكبير قوي اللي فرحتنا بيه ملهاش حدود، احنا جمهور نادي الاهلي وانا محمد عبد العزيز المخرج، وسعيد سعاده ان انا بوجه هذه الرساله للكابتن الكبير علي معلول من اعظم الصفقات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي دفاعا وهجوما. من اول لحظه ظهرت ملامح حماسك الشديد وانتمائك للفانيلا الحمراء اللي بتمثل النادي الأهلي دخلت قلوب كل الأهلوية، وبالتالي اتربعت جواها، أثبتت وجودك بعظمة كبيرة جدا دفاعا وهجوما، وفرحتنا بيك ملهاش حدود. ربنا يديم عليك لياقتك وانتماءاتك ويديم حب جماهير النادي الأهلي العريضة ليك كابتن علي معلول. كابتن علي معلول، علولو كما يحب أن يناديك جماهير النادي الأهلي، أنا كفرد من جمهور نادي الأهلي العظيم ببعت لك تحياتي، بقول لك أشكرك على المتعة اللي بتقدمها لنا كجماهير النادي الأهلي، بل إنها متعة لكل جماهير الكرة في العالم العربي. أنت الآن كالعازف الماهر، أنت كالعازف الذي يتمايل معه المستمعين مهما كانت انتماءاتهم، أنت الآن العازف الماهر الذي يتمايل معه كل جماهير الكرة في العالم العربي مهما كانت انتماءاتهم ومهما كانت ميولهم. أنت وصلت الآن أن تكون علامة من علامات فن كرة القدم. نحن نتمنى لك التوفيق دائما، وأتمنى لك دائما النجاح، وسط محبيك من جمهور النادي الأهلي ومن عشاق الكرة الحقيقيين في كل العالم العربي، وإن شاء الله نحقق معاك انتصارات كتيرة ليك وللنادي الأهلي. إحنا بنحبك برشا 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 يا كابتن علي، مش إحنا بس، إحنا وكل عشاق كرة القدم الحقيقيين. منور مصر ومنور النادي الأهلي. كابتن علي معلول، أنا بحبك زي ناس كتير جدا بتحبك، ما شاء الله ربنا يزيدك من حب الناس بسبب احترامك وموهبتك وإخلاصك في شغلك. أنا ممكن أكون مش كروي قوي بس متابع برضو كابتن علي معلول، يعني ما شاء الله حتى اللي مش متابع كورة بيستمتع بيه، وهو نجم كبير يعني، مش عايز أتكلم عنه فالناس تقول إن ده كلام برامج أو كده، لا بس فعلا كابتن علي معلول ليه معزة عند كل الناس، لأنه من جيل المواهب التقيلة المحترمة اللي بيحترم شغله وبيحترم جمهوره. ويعني تحيتي لكابتن علي معلول، وأقول له إن أنا بحبك وبنحب أهل تونس كلهم، ومنورنا في مصر ومتعنا في مصر.
حبيبي يا كابتن. كابتن أسامة حسني المحترم الخلوق، بوجه لك تحياتي وسامحني لو نسيت أسلم عليك. الغلطة مش مني، الإعداد لما بلغوني إن أوجه كلمة لكابتن علي معلول في فيديو نسي يقولولي إن هو في ضيافة كابتن أسامة حسني، فأنا رأيي دي حسابات تصفوها في الكواليس ولازم يتغير فيها ناس كتير، وربنا يقدرنا على فعل الخير. حبيبي يا كابتن. تعليق على الأستاذ عماد رشاد الأهلاوي والمخرج الكبير محمد عبد العزيز وكمان على حمدي مرغني، أنا هرد عليك دلوقتي بس بعد كابتن علي معلول. لا، نحب نتوجه بالشكر للناس الكبيرة تاريخيا، محمد عبد العزيز وعماد وحمدي المرغني من نجوم مسرح مصر. شكرا على الكلام الجميل والحلو، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، ان شاء الله نتوج ونفرح في اخر السنه بالبطوله الافريقيه مع بعض ان شاء الله. وكمان يعني نبعت تحيه لكلهم طبعا، وايضا للفنان الكوميدي اللي انا بستمتع بيه حمدي مرغني، بس خلي بالك فريق الاعداد يعني ما اقدرش استغنى عنهم، ان ده فريق اعداد ما شاء الله يعني بروح الفانيلا الحمراء، وانا يعني بتشرف ان انا موجود معاهم. اهلا 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 كابتن كريم. ده ابني، ده نجم مصر. علي كريم جاي يستعجل بابا، معنا جاي يستعجل بابا عشان نخلص التصوير. طب نمشي نتكلم معاه، قول على السلامه عمي. تشجع الاهلي؟ تشجع الاهلي؟ شكون تحب بنتي؟ علي شكون؟ معلول. صحيح. بتشوف علي وهو بيجيب هذه بتاع كوكو، هذه بتاعك؟ لا، بتاع لوجو النادي الاهلي. تحب هذه؟ باه، عايش ولد. كريم هيطلع في موهبه علي معلول؟ لا ان شاء الله يكون احسن، ان شاء الله ان شاء الله، بس لازم يبقى فرود. لازم فرود عشان يجيب فلوس اكتر. علي بتاع كوكو بيلعب ايه، برجليه الشمال ولا لا؟ بايمن. لا، بيمينه. بيمين ان شاء الله. بيلعب برجليه اليمين. بس لا، باليمين. باليمين. باليمين بس ان شاء الله. اهم حاجه انه يكون في دراسته كويس، بس بعدين الكوره تيجي ان شاء الله. ان شاء الله تشوفوا حاجه كبيره جدا ان شاء الله، ان شاء الله تشوفوا نجم يعني زي علي معلول. واحنا بنستكمل برضو عن الفنانين الاهلاويه، يعني في رساله مهمه جدا من اثنين نجوم في الفن، الاستاذ بيومي فؤاد واحمد فهمي، بعتوا لك رساله، تعال نشوف عشان تعقب على اثنين فنانين اهلاويه يعني حرصوا النهارده ان يكونوا موجودين معانا يعني في حوار خاص مع علي معلول. هو عيد ميلاده بيقول كل سنه طيب؟ لا يا ابني، عيد ميلاده ايه؟ مستضيفينه هو في عيد ميلاده يعني ما نقولوش كل سنه طيب؟ نقول كل سنه طيب في الابوه، كل سنه وانت طيب يا علوه. كل سنه طيب يا علوه. على فكره انا بعتبر علي من اهم الناس اللي لعبت في المكان ده. يعني بالمقارنه مع كابتن ربيع ياسين ومحمد عماره وسيد معوض وجلبرتو وكل الناس اللي لعبت المهمه في المكان ده، هو من اهم الناس اللي شاركت في المكان ده. والله انا بحبك قوي علي بقدر ما اسعدتنا، ربنا يخليك لينا علي. يا رب لغايه ما تعتزل تفضل في الاهلي بجد، لو عايز اي حاجه قول لي، انا وفهمي عيننا الاثنين ليك، احنا اهلاويه كبار قوي، لو اي حد ضايقك قول لي الخطيب حبيبي. حبيبي يا علي. حبيبي. يعني أنا شخصيا بشكر الفنان الكبير بيومي فؤاد والفنان الكبير أحمد فهمي، يعني خلاص يعني لا لو أي حد مضايقك ومزعلك منك بيومي فؤاد على طول. لا، أنا نحبهم الاثنين، نحبهم برشا. يعني بيومي فؤاد نتفرج على أفلامه في الفترة الأخيرة، الكل من الفنانين الممتازين اللي بيدخل فرحة للإنسان، كيف كيف احمد واخوه كريم نحبهم الاثنين. فشكرا على الكلام الحلو هذايا، وانا هحتاج كابتن استاذ بيومي في موضوع كذا اكلمه ان شاء الله. طيب تمام. كابتن علي اخيرا عايز كلمه منك او رساله منك لجمهور النادي الاهلي. والله ان شاء الله الرساله بتاعتي ان شاء الله للنادي، جمهور النادي الاهلي يكون سند كل مرسي يا عمي، يكون سند للاعبين. احنا داخلين على مرحله جديده، داخلين على فتره حساسه، ان شاء الله جمهور النادي الاهلي متعود على الاوضاع هذه، نعرفوا الفتره هذه باش تكون علي ابي ماما، باش تكون فتره يعني صعيبه لينا، لكن جمهور النادي الاهلي هو الرقم واحد، جمهور النادي الاهلي ديما يعرف
الأوقات الصعيبة يعرف يساند الفريق متاعه، وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا يد واحدة نعملوا مستقبل باهي للنادي الأهلي، نبدأ نحصد البطولات إن شاء الله. أنا على المستوى الشخصي بشكرك، شرفتنا ونورتنا. شكرا. استمتعت معاك بالحوار، وانت نجم كبير وكان في رغبة من جمهور النادي الأهلي نفسهم يشوفوا علي معلول. بشكرك للمرة التانية انك انت لبيت رغبة جماهير النادي الأهلي، كنت موجود معانا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا كابتن، شكرا انت على الاستضافة، وانا فرحان اني اكون موجود معاك، ان شاء الله تكون حلقة ممتازة، وان شاء الله جماهير النادي الأهلي الكل تكون مبسوطة من الحلقة هذه، وان شاء الله نكون مع بعضنا كما قلت لك يد واحدة، خاطر جمهور النادي الأهلي هو اللي يجيب البطولات، هو اللي يصنع البطولات. احنا عندنا فريق جديد، عندنا لاعبين جدد، لاعبين لسه صغار في السن، محتاجين الدعم بتاع جماهير النادي الأهلي، وان شاء الله النادي الأهلي قادر انه يحقق كل البطولات اللي يلعب عليها ان شاء الله. نتمنى نكون اسعدناك بالمفاجآت اللي انت شفتها معنا. مفاجآت كويسة كلها، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس الكل، ان شاء الله يكون عام مليء بالالقاب بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون عام مليء بالالقاب ان شاء الله. في النهايه بشكر ضيف النهارده اللي كان مشرفني ومنورني في حوار خاص، شخصيا انا استمتعت بالحوار جدا، فتح قلبه لينا لكل الاسئله، اتكلمنا عن كل انجازاته وكل بطولاته، شفنا في كلامه مدى حبه للنادي الاهلي. دايما هو بيتكلم ما بيقولش انا لا، دايما بيتكلم عن لاعبي النادي الاهلي، دايما بيتكلم عن النادي الاهلي. بشكر تاني المرة التانية ضيفي علي معلول اللي أنا استمتعت بالحوار معاه، ويا رب الحلقة تكون عجبت حضراتكم. برضو بشكر كل فريق العمل اللي اشتغل وعمل جهد كبير جدا عشان الحلقة دي تتصور والحلقة دي تكون موجودة على شاشة قناة النادي الأهلي. بشكر كل فريق العمل طبعا، الأستاذ محمود شوقي، عبد الحكيم أبو علم، محمد الديك، أحمد رشاد، علي توحيد، وأيضا كمان في التصوير أحمد يحيى وشنودة ومنعم وكريم، وفي النهايه مخرجنا يعني دائم الابداع والمتميز محمد دكروري. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حوار خاص. الف شكر.